فوز كبير للنادي الاهلي على اسوان يستعيد به النادي الاهلي سكه الانتصارات واداءه المميز مع مارسيل كولر. النهارده الاهلي عمل 45 دقيقه اولى رائعه امام اسوان، قدر يحسم المباراه بثلاثيه وسط تالق معظم لاعبيه علشان يبتعد النادي الاهلي بالصداره اكثر ويتفوق في كل ارقام الدوري الموسم ده. والاسماعيلي ما قدرش يحافظ على فوزه على غزل المحله اللي كمل المباراه مع نهايه الشوط الاول ب10 لاعبين علشان يواصل الدراويش معاناتهم الكبيره في الدوري الموسم ده. وعلى الجانب الاخر في مباراه خياليه ريال مدريد اجهض تالق الاسطوره محمد صلاح وقدر يفوز على ليفربول 5-2 على ملعبه ووسط جماهيره. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم النهارده حافل بالمباريات، حافل بكره القدم، حافل بالاحداث الحلوه، حافل بالكوره يعني مش الاحداث اللي هي بتبقى مزعجه وخلاص. احنا النهارده فرجنا على مباريات كوره كثيره ممتعه سواء محليا او اوروبيا، وكان في حاجات لطيفه هتكلم عنها في وقتها. اللقطه بتاعه الموقف العظيم اللي عمله الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي مع الطفل اللي كان عايز يبقى موجود في غرفه خلع الملابس يبقى مع اللاعبين، موقف عظيم. وفي موقف تاني هكلمكم عليه، في مواقف النهارده انسانيه عظيمه. بس بما اننا هنبدا بمباراه النادي الاهلي النهارده مع اسوان، المباراه اللي حسمها النادي الاهلي في الشوط الاول، المباراه اللي تالق فيها معظم اللاعبين، اللي تالق فيها الجهاز الفني باداء مميز جدا، اللي استعاد فيها النادي الاهلي سكه الانتصارات مره اخرى. كلام كتير عن هذه المواجهه هتكلمه مع حضراتكم وهكلمكم في تفاصيل كثيره على مستوى الارقام في مباراه النهارده. بس فرصه معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير المهذب المحترم الرائع كمان فنيا الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. يا كابتن سامي مشرف ومنور كالعاده والف مبروك النهارده. الله يبارك فيك، كتر خيرك يا سيدي، شكرا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. انا عارف اليوم النهارده اكيد مجهد وكان تعب كبير جدا، بس اداء الفريق النهارده كان اداء مميز. الحمد لله الحمد لله، طبعا نتيجه مهمه بالنسبه لنا وكان مباراه مهمه خصوصا طبعا بعد اخفاق ماتش الهلال، فكانت مهمه بالنسبه لنا ان احنا نحقق 3 نقاط لان بطوله برضو مختلفه غايبه عننا بقى لها فتره طبعا، ودي مش حاجه غريبه جدا طبعا على علينا وعلى جمهورنا، فاعتقد الحمد لله ان قدرنا نخصمنا بشكل كويس ورجعنا ثقه لعبتنا تاني ورجعنا ثقه جمهورنا فينا تاني، فاعتقد الحمد لله استعداد كويس برضه قبل مباراه سان داونز. الحمد لله اجابات كتيره جدا مباراه الحمد لله. عظيم جدا. السؤال اللي هساله لك هو سؤال اول فني جدا. عاده احنا هنا كمصريين وكاعلاميين او حتى محللين ومتابعين نقول دايما ثبات التشكيل يا جماعه، لازم التشكيل يبقى ثابت، لازم يبقى فيه شغل. حتى بيتسو موسيماني كان من المدربين اللي بيحبوا ثبات التشكيل، المدرب الاسبق للنادي الاهلي. الان نرى النادي الاهلي بيغير 6 لاعبين عن المباراه الاخيره امام الهلال، والنادي الاهلي يقدم ايضا اداء جيد ويقدم اداء افضل كمان. ازاي بتقدروا تجهزوا كل اللاعبين يبقوا بنفس المستوى؟ عاده اللاعب اللي بيجي من على الدكه لاعب جيد وكل شيء، بس عمره ما يبقى نفس مستوى الاساسي. الان نشاهد في النادي الاهلي اللاعبين كلهم في مستوى واحد. اولا طبعا كمان بيتكلم ان عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده، حاجه الحمد لله برضو من الحاجات الايجابيه اللي الراجل بيشتغلها. تاني حاجه بقى الاعداد البدني والاعداد الخططي والاعداد الذهني اللي الجهاز بيشتغل عليه عشان اللعيبه توصل لحاله بدنيه وحاله ذهنيه وحاله خططيه كويسه تقدر تشارك في مباراه. يعني النهارده زي ما انت قلت 6 تغييرات، لكن الحمد لله بيأدوا اداء مميز سواء النهارده خالد مروان اشرف كهربا طبعا بيأدي كالعاده يعني بيأدي اداء مميز. فاعتقد الحمد لله في قفشه بعد برضه بقى فتره يعني ما شاركش، فاعتقد الحمد لله كانت النهارده اداء مميز ليهم، وده بتدل برضه ان لعيبه النادي الاهلي مديره في نفسها وفي قدراتها وفي امكانياتها تقدر ترجع تستعيد توازنها تاني بسرعه، وده الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله يعني ان احنا نرجع تاني افضل ونقدر نحسن مواقفنا طبعا في دوري المجموعات ونقدر ان شاء الله نرجع تاني
طبيعي النادي الاهلي ان هو يرجع ينافس في كل البطولات ومحقق كل البطولات اللي مش شايفينها. مارسيل كولر كان يتحدث دائما عن تحديثات في الخط الهجومي وتدعيمات في الخط الهجومي، هل الامور تحسنت الفتره الاخيره؟ شفنا الاهلي بيسجل في اكثر من مناسبه، هل في رضا دلوقتي على الشكل الهجومي للنادي الاهلي من جانب الجهاز الفني؟ الحمد لله طبعا النهارده بتسجل برضه 3 اهداف، 3 لعيبه مختلفين بيشارك برضه فيهم، حسين بشكل ايجابي في 3 اهداف، فاعتقد الحمد لله دي من الحاجات برضه الايجابيه النهارده اللي انت بتحاول الراجل يوجد حلول مختلفه بقى بلعيبه مختلفه. النهارده كهربا بيسجل، شريف كان بيسجل قبل كده، تاول كان بيشارك برضه بيسجل، فاعتقد الحمد لله برضه من الحاجات الايجابيه اللي الراجل بيشتغل عليها حلول مختلفه. قفشه بعد فتره كبيره برضه بيسجل الحمد لله، برضه من الحاجات الكويسه. عبد القادر بيواصل برضه تألقه، حسين الشحات كمان عامل اداء رائع جدا. انا بتكلم حسين اللي هو مشارك في 3 اهداف يعني 3 اسيست النهارده برضه، الحاجات الايجابيه يعني نحاول الراجل بيشتغل حاول يوجد حلول، واتمنى طبعا توفيق ربنا يبقى معانا دايما. في ميزه عبقريه عند النادي الاهلي اللي بنلاحظ فنيا، النادي الاهلي منذ بدايه الموسم عاده الاهلي كان مفاتيح لعبه دائما من الناحيه الشمال، الناحيه اللي فيها علي معلول واي حد قصاده، الان نرى مفاتيح لعب عديدة للنادي الأهلي ناحية اليمين، حتى لو الأسماء اتغيرت، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بقت جبهة خطيرة جدا يا كابتن سامي الفترات الماضية اشتغلتوا عليها بشكل رائع جدا. الحمد لله، هو مفاتيح لعب النادي الأهلي كل اللعيبة اللي موجودة يعني بالنسبة يعني النهاردة يعني لما الشناوي النهاردة بيشارك بشكل كبير ويحرم ويصد ضربة جزاء في وقت مؤثر، أعتقد برضه مفتاح لعب يعني حاجة إيجابية أثرت في نتيجة المباراة. مين عن بتولي واشرف وخالد النهارده مروان وقفشه وحسين وحتى كل الناس اللي بتشارك بعد كده، فاعتقد كل لعيبه الاهلي بتفتح لعبه كثيره وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم وجمهورهم وعندهم ثقه كبيره جدا فيهم. ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن لهم، محتاجين بس الثقه من جمهورنا ودعم كالعاده. النهارده اللي بشكر جمهور النادي الاهلي برضه على الدعم الكبير النهارده اللي بيدوه للفرقه، ويمكن دايما الراجل بيتكلم في نقطه ان الجمهور ده مهم جدا بالنسبه لنا، بعد ربنا بيبقى داعم كبير لينا وسند كبير لينا، بيدينا ثقه وبيدينا قوه واصرار ان احنا نقدر نأدي اداء احسن ونحقق مكاسب اكبر. فاعتقد الحمد لله الفتره الجايه بتمنى ان شاء الله يكون في جمهور كتير، خصوصا المباراه الجايه محتاجينهم جدا جدا يعني الفتره اللي جايه دي يعني. إن شاء الله. على ذكر محمد الشناوي، بعض اللوم او العتاب من جماهير النادي الاهلي لمحمد الشناوي في المباريات الاخيره، وفي كل مره محمد الشناوي يعود افضل ويتحسن، والراجل متصدي ليه 5 ضربات جزاء من اخر 8 سددوا على النادي الاهلي باداء رائع جدا. محمد الشناوي موقفه ايه في اللوم، مش عايز اقول الانتقادات، حتى اللوم اللي من بعض جماهير النادي الاهلي ليه في الفترات الاخيره، انتوا بتتعاملوا مع محمد الشناوي ازاي؟ بص اللوم ده حاجه طبيعيه، طبعا حاجه طبيعيه يعني، لكن خلينا نتفق ان في ان الكوره لعبت اخطاء ودي طبيعيه يعني. النهارده انت بتتفرج على قمه النهارده ريال مدريد وليفربول، النهارده حارسين كبار كورتوا اليسون الاثنين غلطوا طبعا ودي وارد يعني، لكن ان انت ترجع تاني ان انت تستفاد من الاخطاء اللي انت بتقع فيها. فالنهارده اعتقد الحمد لله الشناوي من الشخصيات القويه اللي عندها خبرات عندها قدرات عندها ثقه كبيره في نفسه، فالنهارده حاجه طبيعيه ان هو رجع تاني ثقته في نفسه تاني ورجع ثقته بجمهوره تاني، لكن خلينا نتفق ان الاخطاء دي وارده في كره القدم. هل بقى مع الاخطاء دي الجهاز الفني فعلا طلب ضم حارس جديد؟ عشان ده الكلام اللي كان موجود في كل حته في الاعلام الفتره الاخيره. يعني طبعا حاجه غريبه جدا يعني لما يكون عندك الشناوي يكون عندك علي لطفي يكون عندك شوبير يكون عندك حمزه وعندك مصطفى مخلوف في المنتخب 2003 وجون من الاجوان ان شاء الله اللي بقى لها دور كويس جدا في النادي الاهلي، اعتقد يعني مين افضل في الدوري من الناس اللي موجوده دي؟ لا بصراحه يعني انا اتفق معاك، اعتقد الكلام صعب ملوش اسم صحه خالص. كابتن سامي عايز اسالك على 2 تحديدا، برونو سافيو وايمن اشرف، هل هنشوفهم مع النادي الاهلي بيشاركوا في اطار هذا الموسم، ولا برونو سافيو وايمن اشرف خارج الحسابات؟ لا طبعا بالعكس يعني خلينا الاول نقول ايمن اشرف من الناس اللي
لها تاريخ كبير جدا ورصيد كبير جدا في النادي الاهلي. يمكن فتره الاصابه اللي اثرت عليه شويه، يمكن اللاعب يعني جه متاخر فتره اعلان من عمل برضو الفحوصات اللي في المانيا وتاخرت شويه، يعني يمكن الفتره اللي فاتت دي بيتمرن بشكل كويس قوي قوي قوي. ودوري طويل جدا، دوري يعني انت احنا بنشارك في بطولات كبيره جدا، عندك كان عندك دوري وعندك اثنين كاس وعندك سوبر وعندك كاس عالم انديه وعندك بطوله افريقيا، بطولات كبيره محتاجين لكل اللعيبه، محتاجين خبرات ايمن جدا. يعني الراجل الفتره اللي فاتت يعني بيتكلم ان شاء الله بيرجع واحده واحده وان شاء الله يكون له دور الفتره اللي جايه. يعني برونو طبعا شارك معانا في الفترات الاولانيه وكان عنصر مهم جدا، كان من اكثر اللعيبه اللي لعبت في الفترات اللي قبل كاس العالم وساعدنا كتير جدا سواء في الدوري او في بطوله السوبر. كل الاصابات اللي حصلت لي قبل كاس العالم الراجل ما كانش في جاهزيه فنيه قبل كاس العالم، يمكن لما رجعنا بعد كاس العالم برضه رجعت اصابه تاني في ركبته، واتمنى ان شاء الله يرجع منها سليم وان شاء الله يرجع تاني لنادي الزمالك تاني ويبقى ليه ان شاء الله دور كبير في الفريق. كابتن سامي، كجهاز فني راضيين عن اداء النادي الاهلي او مشاركته في كاس العالم للانديه الاخيره؟ يعني من الناحيه الفنيه طبعا اعتقد ان احنا عملنا اداء مميز، يعني بيثبت ان النادي الاهلي طبعا عنده لعيبه كويسه وعنده قدرات كويسه وعنده خبرات كويسه، يمكن في فترات بس في اخر مباراه بالنسبه لي ما كانتش احسن حاجه، لكن اعتقد الحمد لله يعني قدمنا صوره كويسه جدا للكره الافريقيه والكره المصريه، اشاده اللي حصلت من كل الفرق اللي احنا لعبناها، يعني سواء ريال مدريد او فلامينجو او الفرق اوكلاند او سياتل او كل الفرق دي، يعني اعتقد الحمد لله كان مردود كويس، يمكن ما حققناش زي السنه اللي فاتت لكن دي خبرات بناخدها، واعتقد ان شاء الله لما تبقى في شركات ثانيه اعتقد اللعيبه دي خدت ثقه كبيره جدا، لما تعمل مباراه كبيره قدام ريال مدريد وتوصل لحد الدقائق الاخيره 2-1 بس وكان ممكن عندك فرص كنت ممكن تحسمها، يعني ماتش في المانكو برضه نفس القصه كان طبعا هي دي برضه بتبقى فرق الخبرات، برضه انت بتتكلم في لعيبه برضه يعني مستوى ليفل كبير جدا، يعني انت تنافسهم لحد اخر وقت، يعني اعتقد الحاجه دي النهارده ليفربول بيخسر 5-2 من ريال مدريد، اعتقد ان الخبرات نقدر نستفيد بيها. انا وانا بتفرج على المباراه كابتن سامي بكتب حتى على تويتر بقول يا جماعه هو مش يعني انت تقدر تلعب قدام ريال مدريد ماتش كويس بس في الاخر هتشيل سكور عادي عشان هم جبابره، يعني اللعيبه ما هو مش طبيعيين، يعني هي دي القدرات اللي يعني دي فرق بقى اللعيبه. النهارده لما تلاقي مثلا بنزيما بيسجل هدفين، جونيور بيسجل هدفين، فطبعا دي حاجات لعيبه يعني قدرات فرديه بتقدر تحسب مباريات، يعني عشان كده هم لعيبه سعرها عالي جدا. يعني بعد مباراة كابتن سامي، بعد مباراة الهلال أصوات كتيرة ومنهم أنا بصراحة قلت إنه لازم الأهلي وحتى الزمالك يبدأوا يلعبوا مباريات كتير في الدوري بالنهار عشان ناخد على اللعب بالنهار. أنتوا النهاردة لعبتوا مباراة قدام أسوان بس هي ممكن تبقى مباراة أو مباراتين بالكتير في الموسم تلعبوهم بالنهار. هل أنت مع الفكرة دي إنه الأهلي يلعب مباريات أكتر بالنهار عشان إحنا دايماً لما بنيجي نروح في أفريقيا بتبقى المواجهات كلها بالنهار؟ ماشي، يعني اتفق معاك في حاجات وحاجات ثانيه. لا يعني وضح. يعني احنا النهارده ما احنا لعبنا ساعه ثانيه وكسبنا وعملنا اداء مميز، يعني لكن في ظروف معينه بتبقى برضو مختلفه. انت برضو ساعات في افريقيا بتصادف اللي انت بتبقى عكس بلاد كتيره، يعني يعني اوقات كتيره جدا انت مثلا بتبقى عندك شتاء والبلاد الثانيه زي مثلا صن داونز يعني عندهم شتاء معكره، فتقدر يعني الظروف دي بتبقى صعبه اللي انت تتكيف فيها لان دي حاجه غصب عنك، يعني لكن في الاخر مباريات اعتقد يعني لازم تبقى برضو كل فتره تقدر تلعب ماتش، فاعتقد دي حاجه كويسه. صحيح. مش حاجه سلبيه. صحيح. الموقف العظيم النهارده، الموقف الانساني العظيم، الطفل اللي طلب يبقى موجود في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي للقاء لاعبي النادي الاهلي والصور العظيمه اللي طلعت، وانا بحسب معلوماتي عارف كمان انه التواصل كان او يعني الاتصال حصل من خلال حضرتك مع اسره الطفل والطفل نفسه، موقف كان عظيم جدا يا كابتن سامي كعاده النادي الاهلي. يعني بص انت قلت في الاخر ايه كعاده النادي الاهلي، اولا يعني دي حاجات كتيره جدا بتحصل في النادي الاهلي، يعني مش حاجه غريبه جدا، يمكن النهارده هي حظه حلو بقى هو يعني نيته كويسه ولد، يعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، النهارده اللي يبقى بالشكل دوت وانت تعمل عيد ميلاده في اوضه اللبس دي حاجه بتدل ان النادي الاهلي دايما سابق، النادي الاهلي دايما بيقدم حاله يعني الحاجات الانسانيه دي رائعه جدا.
اللي انت تجبر خاطر الناس وتجبر خاطر الناس بتحب لعيبه النادي الاهلي، بالنسبه لها النادي الاهلي دي حاجه كبيره، دي حاجه انسانيه، دي دور من ادوارنا، من ادوار ان احنا كجهاز، ادوار النادي. يمكن دي مش حاجه غريبه عليه، يمكن برضه الكابتن النهارده امبارح كان بيشارك في مستشفى القلب بتاع الدكتور مجدي يعقوب، برضه رساله كبيره جدا من الكابتن ومن النادي، من النادي الاهلي دايما بيراعي الحاجات الانسانيه والحاجات الاجتماعيه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مش رياضه بس يعني. اعتقد النادي الاهلي بيوري الناس، بيوري الادارات، بيوري مجالس الادارات ان الرياضه هي دي اسمى حاجه موجوده. لازم الناس يبقى فيها تسامح، ولازم يبقى فيها ود، ولازم يبقى فيها حب، ولازم يبقى فيها حاجه زي ما انت الناس ديت بتبقى بتشجعك، انت مهم جدا برضه ان انت تسعد الناس الثانيه. اعتقد ان النادي الاهلي دايما سابق، واتمنى ان شاء الله بكل النوادي بتاعت الكلام ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي، انا بهنيك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب انا قبل ما هتكلم في الكوره وتفاصيل الكوره واللي حصل النهارده في كل المباريات، هنجيب بقى شويه لقطات انسانيه عظيمه حصلت النهارده. وانا بصراحه كنت عامل حسابي هبدا حلقه النهارده، الفرصه السعيده للكابتن سامي قمصان بدا معانا الحلقه النهارده، بس خلونا بقى نروح للحاجات اللي بسببها الرياضة بشكل عام بتتلعب، اللي بسببها كرة القدم بتتلعب. النهاردة طفل، ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه يا رب، طلب من النادي الأهلي إن هو يبقى موجود في غرفة خلع ملابس النادي الأهلي بعد المباراة، طفل من أسوان. جميل جميل، راح التقى اللاعبين، قعدوا يحتفلوا معاه. هات لقطات، بص الاول مارس الكره داخل بالطفل عنده 12 سنه اسمه عبد الله محمود بالمناسبه. بص الحلاوه والجمال، بص الجمال. لو في صوت يا جماعه ممكن يطلع الصوت، لو ما فيش صوت. مشهد رائع، مشهد انساني عظيم وعبقري. انا النهارده بتفرج على الصور دي وما تعديش كده يا جماعه بسهوله. في وسط ما احنا عمالين نتناحر ونتشاجر ونعمل ازمات، لا، هي دي الكوره. الكوره سببها في الدنيا كلها ان الناس تبقى مبسوطه، انه الاطفال اللي زي دول يتراضوا، انه يبقى مرتاحين، انه نفسيتهم تعلى. دي الرياضه ودي كره القدم. مش محتاجين بقى نضيع وقت في حاجات فارغه. ايوه فارغه، ده الكلام اللي ينفع نضيع فيه وقت. من الآخر، ده الكلام اللي ينفع يبقى ترند. الله يسامح الترند، ده اللي ينفع يبقى ترند، ده اللي نقعد نغني ونعلي صوتنا ونفرح ونهلل ونقول ترندات وحاجات بالمشاهد الحلوة دي. تقوليش بقى أصل مين اتخانق مع مين ومين زعل مين ومين عمل إيه ومين حكم إيه. هي دي المشاهد، هي دي الحاجات الحلوة، هي دي الحاجات اللي تفتح النفس. شايفين الولد مبسوط ازاي؟ شايفين الولد مبسوط ازاي؟ شايفينه فرحان ازاي؟ ما هي دي الكوره بقى ودي الرياضه. حد بقى النهارده اتكلم اصل مين زعل من مين، واصل حكم ايه، واصل المدرب اتخانق مع مين، ولاعب مين اتخانق مع التاني؟ لا، كل الناس شافوا المشهد ده وابتسموا وفرحوا وقالوا الجمله اللي انا بقولها دي. لمثل هذه المشاهد تلعب كرة القدم، تلعب أي رياضة. الناس بتتفرج على الكورة والرياضة عشان تبقى مبسوطة، عشان روحها المعنوية ترتفع. ويا سلام لما بيبقى طفل جميل زي ده، يا رب يا رب يتمم شفائه. معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمود كامل، والد الطفل عبد الله اللي أمام حضراتكم في الصورة. أستاذ محمود مشرف ومنور. ما شرف حضرتك، الله يشرف مقدارك استاذ احمد، الله يبارك في حضرتك. المشهد كان رائع النهارده. الحمد لله والله، وقمه الانبساط لعبد الله ولي انا بالذات والله، الحمد لله. احكي لي ازاي حصل التواصل بينك وبين النادي الاهلي عشان نشوف المشهد ده. والله الحمد لله ربنا كرمنا باستاذ ممدوح هنا، وتواصل مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان. عظيم. و عرفنا الحمد لله، ربنا وفقنا الحمد لله وفقنا ودخلنا على
لا مؤاخذة يا فندم. والحمد لله ربنا وفقنا، والحمد لله قدرنا عبد الله يدخل ويقابل لعيبة الأهلي ويتصور معاها ويتكلم معاها. دي كانت أمنية حياة عبد الله والله. قول لي بقى قالوا له إيه، هو قال لهم إيه الحاجات اللي إحنا ما شفناهاش في الصور بقى ما سمعناهاش؟ هو كان كلمهم حضرتك على إنه مع زعل جدا على هزيمتهم في السودان، وإن شاء الله يعوضوا لما يجوا هنا بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور. وكان مبسوط جدا بيهم وبلقاهم وبالكابتن الحمد لله محمود كهربا وكابتن أفشا والجماعة كلهم، احنا الحمد لله كلنا عائلة أهلوية وبنحب الأهلي جدا جدا والله. طمنا بقى على عبد الله نفسه، ماله عبد الله؟ إن شاء الله يقوم بالسلامة. آمين يا رب. عبد الله بيعاني من فشل كلوي ولين عظام شديد وشلل نصف حضرتك كده. إن شاء الله يا رب تشوفه أحسن واحد في الدنيا ويرجع سليم معافى ويبقى زي الفل إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. ربنا يسعده ويفرحه ويفرحكم جميعا بإذن الله. آمين يا رب. آمين يا رب. وأنا بشكر حضرتك والله، وبشكر إدارة النادي الأهلي وأستاذ ممدوح وكابتن الخطيب. هو كان نفسه من عينه يقابل كابتن محمود الخطيب والله. ملحوقه ملحوقه. كابتن الخطيب برضه هيلاقيه وهيشوفه ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. ملحوقه ان شاء الله. ملحوقة. ان شاء الله. استاذ محمود كامل والد طفل عبد الله اللي كان موجود في الصور مع لاعبي النادي الاهلي النهارده، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشهد حلو، مشهد حلو. طيب انا بقى النهارده من كل حته، من كل حتة، شوفوا الرسائل اللي ممكن كرة القدم تديها للدنيا كلها بدل ما احنا برضو بنضيع وقت في كلام فارغ. النهاردة امبارح كان في مباراة بين واتفورد وويست بروميتش ألبيون في الشامبينشيب، في لاعب سويدي اسمه كين سيما بيلعب في واتفورد، كان عنده إصابة ورجع بعد إصابة طويلة وسجل هدفي الفوز ليه فريقه، تمام، اللي هو واتفورد. الموقف اللطيف في ايه؟ اللاعب مصاب بمشكله، مشكله اللي هو الطيف او المشكله بتاعت التأتأة، ده الاسم العلمي يعني، عنده صعوبات في الكلام، يتلعثم وهو يتحدث. هي مشكله عند كثير من الناس في العالم كله، بس عاده اللي بيبقى عنده المشكله دي بيبقى بني ادم خجول مش حابب يتكلم، خاصة كمان بقى لو هو شخص مشهور فبيحاول يبعد عن الكاميرات، ما يخشش لقاءات تلفزيونية، ما يتكلمش، بتكسف، أصل الناس لما بتكلم بالطريقة دي ممكن تحرجني فتكسف. هو عمل إيه؟ لأ، شاف قناة تلفزيونية، أنا موافق أعمل معاكم لقاء. ليه؟ هو كان عايز يودي رسائل للدنيا كلها، اللي عنده الطيب ده أو اللي عنده المتلازمة دي ما يتكسفش، ما يقلقش، يبقى عنده ثقة، يبقى عنده جرأة، يبقى عنده شخصية بطل. شوفوا الفيديو وتعالوا نكمل. Ken, two goals today. Congratulations. That must have felt good. Thank you. Yeah, of course. Obviously, you know, after a while now, you know, I had my injury and stuff. So like, yeah, I'm happy with the goals. I'm happy with the win today as well. It wasn't a must win here at home. So yeah, it was a good one. Can you talk us through your first goal, getting on the end of Keenan Davis's shot? Obviously, yeah. He had like a hit on target on the keeper, and then I was just there, you know, and he just was like right on my foot, and I just smash it onto the goal. It was an easy one. So yeah, I'm happy with it. How good did it feel as well to celebrate in front of the supporters as well after, as you mentioned, your injury? Yeah, obviously it was amazing. You know, after a while, you know, where on my rehab and stuff, I did everything I could to like come back here stronger and scoring today, a win today, feels good, obviously. And your second goal, it's definitely on target, wasn't it? Yeah, for sure. For sure it was. A bit of a luck, I guess. But ملهم وبطل، ملهم وبطل. انا تقريبا اتفرجت على الفيديو ده النهارده بتاع 50 مره، وانا دلوقتي بعرضه لحضراتكم بتفرج عليه تاني. ممتع. كين سيما لاعب واتفورد الانجليزي
امبارح بعد ما سجل هدفين في وست بروميتش ألبيون اتكلم في لقاء تلفزيوني عنده طيف التأتاء أو التلعثم في الكلام، حاجة عند كثير من الناس في كل العالم، بعض الناس أو كثير من الناس يخجلوا إن هم يتكلموا قدام الناس العادية، ما بالك أنت هو بيطلع يتكلم قدام التلفزيون عشان يدي رسالة لكل الدنيا، لكل الدنيا إحنا ما بنتكسفش، اللي عنده الحاجة ديت ما بيقلقش، اللي عنده الحاجة دي يبقى جريء، اللي عنده الحاجة دي يبقى بطل، اللي عنده الحاجة دي يبقى عنده شخصية كبيرة، مفيش أي مشكلة، ويدي رسالة كمان لكل الناس كيف تتعامل مع أي شخص تشوفه ممكن يكون مختلف عنك، ممكن يكون مختلف عنك. كرة القدم دي الحاجات الحلوة، والله العظيم والله العظيم الكرة والرياضة ده الهدف بتاعها. احنا بنروح في حتت، احنا بنلعب كرة ليه؟ اسمها لعبة عشان نبقى مبسوطين ونبقى فرحانين ونبقى سعداء، تبقى روحنا المعنوية في السماء، ندي رسائل إنسانية، ندي رسائل إنسانية. محمد قدوس لعب الغاني من يومين، بص اللقطة بس مش معايا النهاردة. محمد قدوس سجل هدف لفريقه فراح قلع التيشيرت بتاعه وكان بيعزي قدسه اللاعب الغاني اللي توفى في الزلزال في تركيا. أتسو قعد فترة تحت الأنقاض ومحدش يعرف عنه حاجة، وبعد كده طلع خبر وفاته، فالموضوع هز الدنيا كلها. قدوس لاعب الدوري الغاني قلع التيشيرت بتاعه وطلع رسالة تعزية لكريستيان أتسو اللاعب الغاني. يعمل ايه بقى حكم المباراة؟ يعمل ايه حكم المباراة؟ الطبيعي انذار، طلع التيشيرت بتاعك، فحكم المباراة يقول له، يقول للقدوس، يقول له انت عملت حاجة مخالفة بس انا مش هديك انذار عشان دي حالة استثنائية، دي حاجة استثنائية ممكن اتخطى القانون في هذه اللحظة، قانون اللعبة. رسائل حاجات وتفاصيل، احنا مش جامدين كده، مش شوية ناس بتقعد تزعق وتهيص وخلاص. يعني حبيت ابدأ الحلقة النهاردة بالكلمتين دول، بالكلمتين دول. النهارده زي ما قلت لكم الاهلي فاز على اسوان بثلاثيه نظيفه، الاهداف كانت في الشوط الاول كلها، تتكلم في هدف لكهرباء النهارده، التلات اهداف حسين الشحات عملهم، حسين الشحات تألق بشكل رائع جدا. محمود عبد المنعم كهرباء سجل الهدف الاول في الدقيقه 34، وبعد كده احمد عبد القادر سجل الهدف الثاني في الدقيقه 41 برضه من صناعه حسين الشحات، بعد كده محمد مجدي قفشه سجل الهدف الثالث في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الاول، وبعد كده المباراه بقت هاديه. على فكره قبل الهدف الثالث لمحمد مجدي قفشه كان في ضربه جزاء لاسوان تصدى لها محمد الشناوي اللي عامل اداء رائع جدا على مستوى التصدي لضربات الجزاء، بتتكلم ثلاثه بس دخلوا مرماه في اخر 8 ضربات جزاء احتسبوا ضد النادي الاهلي، ثلاثة بس اللي دخلوا مرمى محمد الشناوي، منهم اثنين اللي كانوا في مباراة فلمان. فأنت بتتكلم في أداء بصراحة محمد الشناوي، أنا شايف إنه في مبالغات في انتقاد محمد الشناوي، يبقى الحارس الكبير، يبقى الحارس الأول لمنتخبنا الوطني. النهارده الأهلي خلص المباراة في الشوط الأول، خلصها بأداء رائع بصراحة لكل اللاعبين. حسين الشحات مستوى مختلف تماما، رائع جدا. محمد اشرف بالمناسبه زي الايس اللي لعب مكان علي معلول النهارده، لعيب جيد جدا. انت بتتكلم في مروان عطيه عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا، والاهلي كسب مروان عطيه في رايي يعني في وسط الملعب. في الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح كمان في مركز زي الايمن، واحد من اللاعبين الاقوياء جدا اللي عنده روح تشبه كده اللي عند اكرم توفيق، عنده شخصيه وروح، بيلعب بروح قبل كمان المهارات والامور الفنيه. بالمناسبه كهربا النهارده خرج من المباراه وهو يعاني من إصابة، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي قال إن كهربا جاله إجهاد في العضلة الأمامية بجانب التواء في الكاحل خلال هذه المواجهة، لكن قال إن حالته مطمئنة وإنه بكرة هيخضع لبعض الفحوصات، وبعد كده بعد غد هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي المران الجماعي. يعني كهربا مش هيغيب لفترة بسبب الإصابة اللي خرج بسببها عن أو في مباراة أسوان اللي أقيمت عصر اليوم. طيب ده بالنسبة لكهرباء. أما عن السولية ف
طبيب النادي الاهلي قال انه نفذ المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي الخاص به بعد تعرضه للاصابه بشد في السمانه، وقال ان عمرو السوليه شارك في التدريبات الجماعيه مع فريق الشباب وهيرجع المران الجماعي للفريق الاول بعد عوده الفريق الى القاهره من اسوان استعدادا لمباراه سان داونز. مباراه كبيره للنادي الاهلي، مباراه كبيره. النهارده كمان في الدوري المصري الممتاز، الاسماعيلي ما قدرش يحافظ على فوزه امام غزل المحله، وغزل المحله قدر يتعادل معاه 1-1. الاسماعيلي تقدم اولا عن طريق عماد حمدي في الدقيقه 54 وقت ما كان غزل المحله بيلعب منقوص بعد طرد لاعبه ايهاب سمير مع نهايه الشوط الاول، وخلاص المباراه رايحه في طريقها للاسماعيلي. فوز كان محتاجه جدا للاسماعيلي، لكن المتالق عبد الرحمن اجويرو او الشهير باجويرو يعني سجل هدف التعادل لغزل المحله في الدقيقه 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الدقيقه 96. هدف قاتل جدا للاسماعيلي وهدف يستحقه بصراحه غزل المحله، اللي رغم انه لاعب منقوص العدد ولكن قدم شوط تاني جيد جدا واستحق التعادل. الاسماعيلي يعاني. انا سمعت ميدو النهارده بيتحدث بعد المباراه ان المهاجمين بتوعه كانوا بيتدلعوا بصراحه، وانا قلت برضو بعد المباراه ان كان في رعونه مش طبيعيه. لعيبه النادي الاسماعيلي غريبه بصراحه. انت في امس الحاجه للحفاظ على كل كوره والتركيز في كل كوره، بصراحه الموقف كان غريب جدا النهارده. بس زي ما قلت لكم غزل المحله استحق جدا هذا التعادل، والتعادل يخلي الاسماعيلي يعاني اكثر في جدول ترتيب الدوري الممتاز. ده بالنسبه لمباراه غزل المحله والاسماعيلي اللي انتهى زي ما قلت لكم بالتعادل 1-1. ايضا في الدوري النهارده حرس الحدود وفاركو تعادلا سلبيا دون اهداف، وده جزء من المباراه. يعني فاركو مع كابتن طارق العاشي لو ما بيكسبش فما بيخسرش، وحرس الحدود كان برضو محتاج الثلاث نقاط عشان يبعد عن زي الجدول ترتيب الدوري الممتاز. طيب معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن اشرف خضر المدرب العام للنادي الاسماعيلي. يا كابتن اشرف، اقدر اقول النهارده هارد لك هذه المواجهه اللي كان الاسماعيلي من المفترض انه يحصد نقاطها الثلاثه مع اللعب منقوصا غزل المحله طوال الشوط الثاني. حبيبي يا كابتن كريم، اخبارك؟ اكيد طبعا، اكيد الحمد لله يا حبيبي بخير وكله تمام. اكيد طبعا كان يعني مباراه مهمه، وكنا طبعا بنطمع ان احنا نوصل للنقطة 16. كان بقى لنا أربع مباريات ورا بعض لعبنا منهم ثلاثة بره ملعبنا، تعادل مع الجيش وتعادلنا مع أسوان بعد كده في أسوان، وكسبنا الداخلية عندنا في إسماعيلية، وطلعنا اتعادلنا مع الاتحاد أو الاتحاد اللي اتعادل معانا في مباراة كنا احنا الأقرب للمكسب. يعني أعتقد يا كابتن كريم الأمور كانت ماشية بشكل كويس، و الفرقه اتغيرت وده بشهاده الناس كلها، خصوصا بعد مشاكل كبيره كانت بدايات كانت صعبه جدا للنادي الاسماعيلي كلكم كنتوا شايفين. لا في حاله الحمد لله موجوده بشكل كويس، واعتقد مباراه النهارده كابتن كريم يعني الناس كانت ممكن تطلع تشيد بالجهاز الفني كالعاده لو فرصه من اللي احنا ضيعناهم دول دخلوا. يا كابتن اشرف انا قاعد بتفرج على المباراه النهارده، واحتراما لغزل المحله واحتراما للاسماعيلي طبعا، بس انا ما كنتش مصدق حجم الفرص السهله والتمريرات الغريبه اللي كانت بتطلع في المنطقه الاماميه للنادي الاسماعيلي. شفت يا كابتن كريم انت بتاع كوره، انا قلت بصراحه، حتى انا قلت بعد المباراه في رعونه مش مفهومه. يعني انا لو لاعب اسماعيلي وفي الظرف ده كل كوره عندي بحساب وبتركيز شديد جدا، مش ان انا ضمنت الفوز. انت بتلعب مع فريق محترم كمان، حتى مع الطرد لعب مباراه محترمه الشوط الثاني. ايوه طبعا يا كابتن كلام محترم كمان منك. هم فريق المحله فريق عنده اصرار، لعيبه مش سهله، لعيبه في الملعب يعني مركزين جدا رغم ان هم ناقصين لكن معوضين. لكن تعالى بص لاحداث المباراه زي ما حضرتك قلت يا كابتن. يعني انا النهارده اجي الوم مدرب فرقته ما بتروحش للجول، لكن احنا كل شويه رايحين للجول وعمالين نضيع. انت بتتكلم في لمسات يعني لا فرص احنا شفناها كابتن كريم بعد الماتش كمان واحنا في الاستاد، شفنا الحاجات دي كلها، لا حاجات صعبه جدا. فاللي بيحلل
اداء هو شايفه. لكن النهارده في الدقيقه بفضل 30 ثانيه ويخش فيه جون، في توفيق وعدم توفيق وفي اخطاء موجوده وكانت موجوده بس اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن اشرف لو تسمع، ما هو برضو دور الجهاز الفني انه يجهز اللاعبين دول ذهنيا ومعنويا وفنيا للمواقف اللي زي دي. يعني انا حسيت النهارده اللعيبه مش جاهزه ذهنيا، يعني ممكن تبقى انت عامل احسن خطه في العالم وانت مدرب كبير وتعلم هذا الامر، تعمل احسن خطه واحسن اداء واحسن تكتيك، بس اللعيبه مش مركزه، فده برضو حتى دي ممكن يلام على جزء منها الجهاز الفني. انا بكلمك بصراحه. طب انا هقول لك، اتفضل يا كابتن. بصراحتك كالعاده طبعا انت عارف احنا حبايب. طبعا يا كابتن. بص يا كابتن كريم، لازم نبقى عارفين النادي الاسماعيلي بيمر فترة عصيبة، واللعيبة اللي عنده، احنا عندنا لعيبة كويسة جدا طبعا، لعيبة بجد، لعيبة النادي الاسماعيلي ما تستاهلش تبقى في المكان ده، لكن 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 في عصبية وفي قلق وفي خوف. النهاردة اللعيبة اجوا في اخر الماتش مش عايزين يطلعوا من على 18، بس ده ايه بسبب ايه؟ ده وانت بتقول وانت عمال تندى، لكن اللعيبة يا عيني حاسين لو جبنا جون وارتحنا والله الماتش ده كان يخلص 4 صدقني والله. لكن اللعيبه من خوفهم على الجون مخلي فيه توتر، مش عايزين يطلعوا بره ال 18، مش عايزين يطلعوا ورا الكوره. لكن كان في حاجات بسيطه يا كابتن كريم مش محتاجه مدربين. في النهارده دقيقه وانا عندي اوت لاين بقف وبهدى، ده احنا بنلعب بسرعه يعني، معلش يعني برده في حاجات لا تحس ان سبحان الله هو ربنا ليه حكمه. لكن احنا بنشكر اللعيبه اشتغلوا معانا في ظروف صعبه الفتره اللي فاتت بجد بجد بجد. طب كابتن اشرف، انتوا كجهاز فني مكملين المشوار ولا خلاص انتهى المشوار عند هذا الحد؟ لا احنا ما بالنسبه لنا اصل ان احنا نقول المشوار انتهى هو مش في ايدينا. احنا اشتغلنا برجوله الفتره اللي فاتت، والناس القريبه عارفه احنا اتحملنا ايه واشتغلنا، احنا ما كناش مدربين بس يا كابتن كريم. فانا مش هقول لا ما ينفعش طبعا، لكن لو الاداره عندها راي طبعا نحترمه ونقف معاهم في اللي هم عايزينه، بس دي مسؤوليتهم هم. يعني ده يبقى قرارهم. يعني الاداره يا كابتن اشرف ما بلغتش باي شيء، عشان في بعض الناس نشروا ان الاداره بلغتكم بتوجيه الشكر، الكلام ده مش مظبوط. لا والله ما حد، انا بالنسبه لي انا ما حدش قال لي حاجه. ما فيش اي حاجه. لا ما اعرفش اي حاجه. بس مع الظروف دي والكلام دوت انتوا كجهاز فني مستعدين تكملوا عادي؟ يعني الاداره القرار ما عندناش مشكله. طبعا احنا ما حصلش حاجه، انت اتعادل معاك المحله. انت كنت مغلوب، بتنزلت في ملعبك، انت ما كسبتش ماتش في ملعبك من اول موسم يا كابتن كريم. لا كابتن اشرف، زي ما انا برضو انتقدت جزء من الجهاز الفني، بس انا قلت هنا برضو في البرنامج ان الجهاز الفني الحالي تحسن معاه اداء الاسماعيلي بشكل الى حد كبير يعني، ولكن كان محتاج صبر ومحتاج صبر عشان الامور صعبه. حبيبي يا كابتن كريم، الامور صعبه. بالتوفيق يا كابتن اشرف، وان شاء الله الحال ينصلح في الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اشرف خضر المدرب العام بالنادي الاسماعيلي. تعالوا نشوف جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم اللي حصل فيه، يلا بينا. الاهلي من 16 مباراه فقط، اقل فريق لعب مباريات في الدوري الممتاز، متصدر الترتيب ب 40 نقطه. انت بتتكلم في اكتر فريق حقق انتصارات ب 12 فوز، والفريق اللي ما خسرش ولا مباراه، واكتر فريق او اقوى هجوم مع بيراميدز ب 29 هدف، واقوى دفاع دخل فيه 5 اهداف، كل ده من 16 مباراة فقط. بيراميدز في المركز الثاني من 18 مباراة 37 نقطة بنفس الرصيد ونفس عدد المباريات. فيوتشر في المركز الثالث. الاتحاد السكندري من 19 مباراة 33 نقطة، وبعده الزمالك من 18 مباراة 32 نقطة في المركز الخامس. المقاولون العرب في المركز السادس ب 31 نقطة، ثم غزل المحلة في المركز السابع ب 27 نقطة. فاركو في المركز الثامن ب 23 نقطة، أسوان في المركز التاسع ب 22 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر ب 21 نقطة. سموحة في المركز ال 11 ب 21 نقطة، وبنفس الرصيد المصري ومنقوص مباراة عن سموحة. في المركز ال 13 طلائع الجيش ب 17 نقطة، وبنفس الرصيد إنبي في المركز ال 14. ونيجي بقى الأكشن. داخلية في المركز ال 15 ب 16 نقطة، ثم حرس الحدود في المركز ال 16 ب 15 نقطة، وأخيرا الإسماعيلي والبنك الأهلي بنفس الرصيد في المركزين الأخيرين ب 14 نقطة.
ده بالنسبة للدوري. نروح للوحش، ليفل الوحش مرعب يا جماعة، فيلم رعب بيعمله ريال مدريد كل موسم في دوري أبطال أوروبا. فيلم رعب اللي بيحصل ده، فيلم رعب. إزاي بقى فيلم رعب؟ تبقى مطمن. بص ثواني يا جماعة على الأهداف، ثواني، خلونا واحدة واحدة. تبقى مطمن، تبقى مرتاح وحاسس المنافس اللي قدامك سهل اللي هو ريال مدريد، ويحسسك انه عادي، انه عادي تكسبه بسهوله. ده حصل السنه اللي فاتت قدام مانشستر سيتي، وحصل قدام باريس سان جيرمان، وحصل قدام تشيلسي. التلاته كنت تحسهم هم الافضل ويكسبوا ريال مدريد عادي، بما فيهم ليفربول في النهائي السنه اللي فاتت. وفجاه يتحول ريال مدريد زومبي فجاه وياكل كل حاجه. ده اللي حصل في مباراه اليوم النهارده، مباراه الذهاب امام ليفربول في المجموعه في دوري ابطال اوروبا. غريب ازاي ريال مدريد، بسم الله الرحمن الرحيم، دخل المباراه هدف اول رائع جدا لداروين نونيز في الدقيقه الرابعه، وبعد كده داروين نونيز عمل هدف تحفه بعد اسيست رائع من محمد صلاح. فجي محمد صلاح في الدقيقة 14، امشي معايا واحدة واحدة بالتوقيتات كده، في الدقيقة 14 وسجل بنفسه الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 14، احنا لسه ما كملناش ربع ساعة، بخطأ فادح لأفضل حارس في العالم تيبو كورتوا. تمام؟ المباراة رايحة تخلص لنتيجة كبيرة لليفربول. 2-0 في الأنفيلد، ملعب ليفربول وسط جماهيره، ولسه ما كملناش ربع ساعة، وريال مدريد يا جماعة يبدو إنه ينهار، يبدو إنه ينهار. مين ده اللي ينهار؟ بقول لك زومبي. زومبي فينيسيوس جونيور جه في الدقيقة 21 وسجل أول أهداف ريال مدريد، بقت النتيجة 2-1. أليسون غار من كورتوا وقال لك أغلط لي واحدة أنا كمان، ففي الدقيقة 36 سجل فينيسيوس الهدف التعادل بخطأ فادح من أليسون حارس ليفربول. قلنا الشوط الثاني هتبقى العملية فيها نداية، وخلاص الشوط الأول تعادل 2-2، وليفربول ممكن يعمل نفس البداية في الشوط الثاني اللي عملها في بداية الشوط الأول. لا، تحول الأمر بقى، إيدن ميليتاو، كريم بنزيما تاني، ثلاث أهداف عشان ريال مدريد في أنفيلد ملعب ليفربول وسط جماهيره يكسب 5-2. يحسسك انه طيب وغلبان، وفجاه يتوحش، يقلم زومبي ريال مدريد. مرعب، فريق مرعب يا جماعه، تحديدا في دوري الابطال. تخصص بيضحك عليك دايما، اي منافس يضحك عليك، يحسسك ان الدنيا سهله وبعد كده تشيل. نابولي النهارده كمان كسب انتراخت فرانكفورت 2-0. وخليكم فاكرين حاجه مهمه، لورينزو بالمناسبه اللي سجل الهدف الثاني والهدف الاول كان لاوسمن، خليكم فاكرين حاجه مهمه، توقعي الشخصي ورأيي الشخصي ان نابولي على الاقل في نهائي دوري الابطال. نابولي السنه دي على الاقل في نهائي دوري الابطال، ان لم يفز بدوري الابطال فعلى الاقل هيبقى في النهائي. هتقول لي يعني انت بتقول اي كلام وخلاص؟ لا، نابولي اصلا حاسم الدوري الايطالي، وهتلاقي اسباليتي بيريح نجومه معظم المباريات اللي جايه. تتكلم نابولي فارق عن اقرب منافس ليه ب 15 نقطه وكسب الدوري الايطالي، خلاص ده على جنب، هيريح لعيبه كتير قوي، فهو اكتر فريق من الفرق اللي بتنافس في دوري الابطال هيعرف يريح. ونابولي السنه دي عامل مستوى خيالي، فانا بقول لك اهو توقع، مجرد توقع، على الاقل نابولي في النهائي لو ما كسبش كمان دوري الابطال السنه دي. النهارده لسه مكملين يعني اوروبيا، بس الخبر ده مصريا قوي. نادي ارسنال الانجليزي اعلن اليوم تمديد عقد محمد النني موسم اضافي عشان يخلص صيف 2024 عقده مع فريق ارسنال. تتكلم ان عقده كان الحالي ينتهي اخر السنه دي، اخر الموسم ده 2023. نقف بقى شويه عند محمد هاني اللي بقى له 7 سنين مع ارسنال وثابت في الدوري الانجليزي، فرقته هتاخد او بتنافس بشكل كبير على الدوري الانجليزي السنه دي. النني يا جماعه عامل حاجه تاريخيه في الدوري الانجليزي، عدد المواسم والاداء حتى لو مشاركاته قليله، بس دايما لما بيشارك بيبقى جاهز. الاهم كمان من اداؤه الفني اللي بيتكلم عنه دايما مدربه ارتيتا عنه واللي موجودين في ارسنال، انه النني مهم جدا في غرفه خلع الملابس، هو قائد من كباتن ارسنال
ودوره مهم جدا، عشان كده أرسنال جدد له كمان سنة بجانب دوره الفني دوره المعنوي مع اللاعبين. حاجة نتشرف بيها، حاجة نفخر بيها، هادي مش بتاع كلام، مش بتاع مشاكل، مش بتاع عزمات، موجود في أرسنال واحد من أكبر أندية أوروبا بقاله 7 سنين والتامنة جاية. فأنت بتتكلم في حاجة نفخر بيها، حاجة مش طبيعية وعظيمة جدا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، بعد الفاصل هيشرفني وينورني الكباتن الكبار كابتن رابي سعيد كابتن أحمد جعفر، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة الكباتن الكبار كابتن رامي سعيد وكابتن أحمد جعفر. كابتن رامي مشرف ومنور. ده شرف ليا وانا مبسوط ان انا معاك كريم ومع كابتن احمد جعفر. طبعا كابتن احمد وحشني جدا حبيبي يا كريم، وانت كمان والله. وسعيد طبعا وصلنا موجود مع كابتني وحبيبي كابتن رامي سعيد طبعا، وان شاء الله تبقى حاجه مميزه ان شاء الله باذن الله. قبل ما نخش بقى في اهلي وزمالك والحاجات دي، شفتوا اللي حصل بين ريال مدريد وليفربول؟ بس دي مش مفاجاه، ريال مدريد على طول كده مفاجاه 5. لا هي مفاجاه طبعا، نتيجه كبيره، لكن انت عارف ريال مدريد في دوري الابطال بيبقى حاجه ثانيه خالص. يعني عدى على الموضوع ده كذا مره ان هو يبقى بعيد وتتفاجئ ان هو يكسب. يعني ريال مدريد مش جديد عليه يعني، حتى والله انا اتفرجت بس على بعض اللقطات كده من الماتش طبعا الحقيقي و2-0. انا قلت لا ريال مدريد، انا حاسس ان هيكسب 2-0 في اول ربع ساعه. والله انا قلت كده، قلت يعني ريال مدريد حتى لما جابوا الجول الاولاني 2-1 انا قلت ريال مدريد هيكسب. يعني ده كنت انا متوقع. يعني شكلك بتشجع ريال مدريد. اه طبعا حسيت من الابتسامه الحلوه دي. بس طبعا عشان صلاح. بس حسيت من الابتسامه. انا صلاح خلاص عمل اللي عليه فخلاص. بقول لك ايه، احنا اللي زي حالاتنا بيبقى طالعان كسبان كسبان. يعني انا بشجع ريال مدريد وبشجع محمد صلاح. والله صلاح كسب هو مبسوط. لا صلاح يكسب ويجيب اجوان تبقى الدنيا حلوه. صلاح يجيب اجوان ويخسر مش مشكله، بس الدنيا حلوه برضه. صح كده. لا بصراحه هي شكل البطوله بتحب ريال مدريد. يعني من السنه اللي فاتت واحنا متعودين ان هو يبقى خسران 2، وكان خسران 3-0 لو تفتكر يا كيمو، تشيلسي في مدريد وجاب اجونين وصعد. عمل كده مع تشيلسي السنه اللي فاتت ومانشستر سيتي ومع باريس سان جيرمان، وحتى ماتش الفاينل بتاع الاخير بتاع ليفربول كان ممكن افضل نفضه كل حاجه. البطوله فرق كبيره كمان يعني. مش فرق صغيره، انت بتلعب برده فرق كبيره. يعني ليفربول برده في انجلترا بيبقى ماتش صعب جدا طبعا، لكن ملعبه صعب جدا. ما شاء الله عندهم من الخبرات وعندهم يعني تعرف في كاريزما كده ان هم لا ان هم ايه تعرف البطوله دي في البطوله دي في البطوله دي تحس ان هم حاجه ثانيه. هم اكيموا في الدوري يعني اخر ماتشين، يمكن اخر ماتشين بس كسبين، كان قبلها قادش وكان فرقه كده متلطشه عن الصداره مع برشلونه. فرق 9 بونت. تعرف يا كابتن رامي بعد ماتش الاهلي، الماتش اللي خلص 4-1 لما خطفوا الاهلي برضه نفس اللقطه اتخطف. قلت يا جماعه هو العيب مش في الاهلي، هو الاهلي عمل مباراه معقوله طبعا، بس هو ده ريال مدريد. ما هو ريال مدريد بيعمل كده مع كل الفرق اللي في العالم. والناس كمان بقى كانوا يعني كانوا بيتكلموا قبل المباراه يقول لك ايه، اصل هم عندهم نقص. طب ماشي، ما هو النقص، ما هو الاحتياطي ده واللي ما بيلعبش ما بيشاركش مش هيقل، يعني مش هتلاقي الفروقات كبيره. صح. طبعا لعيب كبير بيلعب في ريال مدريد، النادي يعني ريال مدريد مش هيشتري لعيب يعني ميزانيتهم ميزانيه بلد. لا النهارده كان عنده مندي ناقص، عنده ديفيد الابا. لا الناس ما بيفرقش معانا توني كروس لسه راجع من الاصابه. لا مفيش ناقص، ما بيفرقش معاهم الكلام ده. هم كل واحد عارف شغله ايه. صح. وكل واحد عارف التزامه ايه في الملعب. كل واحد شغلك كذا، بينزل يأدي تركيزه كله الملعب. يعني مش هتلاقي مثلا زي عندنا مثلا تقول ايه مثلا في الدوري عندنا مصر يقول لك ايه ده احتياطي بقاله كتير ما بيلعبش الفروقات بعيده. لا الناس دي ما عندهاش كده. ما عندهاش. لا ما عندهاش كده. كابتن احمد، ليفربول ممكن يعمل ريمونتادا شبه اللي عملها في برشلونه قبل كده؟ لا صعب في ظل ظروف ليفربول، لانه بقاله فتره مش كويس، مش احسن حاجه. يعني هو حتى في الدوري برضو الدنيا مش كويسه، ويمكن الماتش الاخير بس او الماتشين الاخرين الدنيا بدات تمشي شويه، عشان حتى لو خدوا السنه دي يلعبوا تشامبيونز ليج السنه دي يبقى كويس جدا. مين هياخد دوري ابطال السنه دي؟ والله بقول ممكن ريال مدريد و ريال مدريد باير يعني السيتي، مش هتخرج بينهم الثلاثه يعني. ريال مدريد وبايرن والسيتي. ريال مدريد او السيتي. ريال مدريد او السيتي. مش هتطلع بره الاثنين دول. ماشي، بس انا نازل برهان على نابولي. نابولي يعني طبعا ماشيين كويس جدا، بس ممكن ما يكونش عندهم الخبره بتاع البطوله دي. بالظبط. خبره البطوله دي برضو بتتحكم شويه. يمكن السيتي برضو ما عندوش خبره البطوله دي، لان السيتي بقاله فتره بيوصل طبعا للاخر، بس برضو بيخسر. يعني حتى لو تفتكر كيمو ماتش تشيلسي، برضو تشيلسي كان عنده الخبره بتاع البطوله دي. لما كسبها مع لما كسب بايرن ميونخ في النهائي، دي ماتيو تقريبا كان مساعد مورينيو،
مكسب بايرن ميونخ في النهائي طبعا بجون دروجبا في اخر دقيقه التعادل ده ووصلوا ضربات جزاء. فيمكن تشيلسي برضو كان عنده الخبره شويه. السيتي بقى له فتره بيوصل مربع ذهبي بيوصل نهائي ما بس ما بياخدش البطوله. فممكن السيتي السنه دي تتحقق يعني تعملها. طيب ممكن نروح بقى للمحلي الاهلي النهارده. الاهلي النهارده عمل مباراه حلوه قدام اسوان، مباراه محترمه تحديدا في الشوط الاول. بتتكلم كان في تعثرات في الفتره الاخيره سواء تعثرات كاس العالم للانديه او مباراه الهلال. الامور النهارده وكان الاهلي عاد ما قبل كاس العالم باداء رائع جدا في مباراه اليوم. النادي الاهلي كان لازم يعني كان لازم المباراه دي كان لازم يكسب. واسوان انت عارف ناس طيبين ناس جمال، فكانت احتفاليه كبيره واتفاجئت بكميه الجمهور ودي كانت حاجه كويسه جدا واحد مبسوط بيها. لكن النادي الاهلي النهارده كان كله شغل الشاغل ان لازم يعدي الماتش ده. لازم يكسبه جاي من مباراه هلال وانت شفت المشاكل في مباراه هلال وخساره مباراه هلال وقبليها كاس عالم مرهقين ده هم جايين من السودان على اسوان على طول. فالعمليه كانت لازم تعرف اللي هو ايه لازم اكسب المباراه دي. يعني المباراه دي لازم اكسبها دي لاني اتعديني بقى في الفتره الجايه نبص المباراه الجايه صح. لكن كانت مباراه مهمه ولازم الاهلي يكسبها صح. رغم الاداء الجيد للنادي الاهلي يا كابتن احمد النهارده بس دايما مارسيل كولر عنده مشكله في المهاجم. يعني شويه تلاقي كهربا شويه تلاقي بيرسيتاو وتلاقي شويه محمد شريف شويه تلاقي شادي حسين. فكره انه المهاجم انا بكلم دلوقتي مهاجم هي بقى انا مش الاهلي بس هو ده لسه هاجي لك على الباقي. انا بكلمك بس عشان ايه عشان برضو ما تتلومش على الاهلي. لا لسه اروح لك على الزمالك بس الزمالك ما عندوش كمان الوفره اللي عند الاهلي. يعني الاهلي في كذا واحد مهاجم بس ما فيش ولا واحد بياخد اساسي. هل المهاجم محتاج ياخد اساسي كتير عشان يؤدي ولا المهاجم الكويس بيبان من اول ماتشين ثلاثه؟ لا برضه بيحتاج فتره شويه خاصه انت بتخش في الكابتن رام عارف ان لما بتخش في فرقه زي الاهلي والزمالك الجماهيريه والضغط واللعيبه بتحتاج فتره. يعني ممكن تخش لك 6-7 ماتشات على ما تخش الاجواء بتاعت الانديه الكبيره. بس برضه زي ما بقول لك يا كريم عارف الانطباع الاول زي ما بيقولوا بيدوم برضه عند الجمهور لما حتى لو انت ما جبتش جون بس ادائك كويس والناس حاسه انك بتعمل اداء كويس في الملعب بتفرق معاك بعد كده تلاقي الناس بتساندك وكده فالدنيا بتبدا تمشي صح. بس هي زي ما قلت لك ان برضو حته ان هو بيلعب النهارده بشريف شويه بيلعب بشادي شويه بيلعب بكهربا شويه هو مش مستقر على حته لعيب قدام في حته التسعه دي. وبعتقد ان هم الثلاثه يعني مش فراوده وبعتقد الثلاثه حتى شادي حسين انا كنت عارف ان هو حتى هو في سيراميكا تحت الدرجه الثانيه كان بيلعب جناح ولما صعد برضو فوق كان بيلعب جناح وكان بيلعب محمد ابراهيم وباسم مرسي وشريف في اصله جناح وشريف اصلا حتى في امبي كان جناح برضو. فيمكن الاهلي ما عندوش حته 9-9 اللي كان 9-9 حسام حسن ومش حسام حسن ومش راح نفس الموضوع هتلاقي في الزمالك برضو. خد بالك الجزيري مش 9-9 الجزيري طول عمره كابتن كان عندكم في مقاولين كان بيلعب بره هاف كان في مقاولين بيلعب هاف وكان في طنطا كان بيلعب هاف ما كانش بيلعب 9-9 يعني نادرا لما كان بيلعب 9 فلما جه الزمالك صنفوه 9 وهو الراجل اصلا مش اللي هو فروت صندوق جزيري يحب يتحرك على الجناب اكتر يعني. الدوري المصري بقى بشكل عام في 9 يعني بصراحه لا مفيش يعني مفيش باسم بس بعيد عن مستواه جدا يعني باسم مرسي بس بعيد عن مستواه جدا خالد قمر برضو بعيد عن مستواه جدا. الناس اللي هي الفراوده اللي احنا اللي لعبوا معايا وانا اعرفهم كويس كلهم بعيد عن مستواهم جدا يعني ده كان 9-9 عند حد صغير لسه طالع وكده. حتى مروان محسن لسه بدا كان عنده اصابه وبدا يرجع شويه. مروان حمدي رايك فيه ايه؟ برضه مش هو مروان حمدي اللي الناس عارفاه بتاع المقصه وبتاع سموحه مكسر الدنيا ومنتخب مصر مش هو برضه مروان بتاع سموحه. يعني معظم اللعيبه بعيد عن مستوى جدا حتى ما فيش فيرود كيمو طالع صغير طول عليه فيرود بقى امل ومستقبل اللي هو جاي يعني. يعني ناصر منسي مش هيبقى مفيد للزمالك؟ والله لسه ما اقدرش احكم عليه برضه. لا انت على ضوء رؤيتك قبل كده هو شايفه ده بقى مهاجم 9 اللي ممكن يحل ازمات الهجوم في نادي الزمالك؟ ناصر كويس وخامه كويسه جدا بس برضه ما تقدرش تحكم عليه يا كابتن غير لما يخش نادي الزمالك. اجوجو يعني الله يرحمه اجوجو جه من منتخب غانا مكسر البطوله الافريقيه صح يعني ما كملش في نادي الزمالك فمش شرط ممكن يكسر الدنيا في حته ثانيه ويجي الزمالك ما يبقاش كويس زي لعيبه كتير عدت على الاهلي والزمالك لعيبه كتير جدا يعني. طيب هرجع تاني للنادي الاهلي يا كابتن رامي واسالك على مارسيل كولر رايك ايه او تقييمك ايه في المباريات الماضيه سواء في الدوري او في كاس العالم للانديه او في بطوله افريقيا او البطوله اللي خدها بطوله السوبر رايك ايه في مارسيل كولر؟ مدرب كويس مدرب كويس طبعا مدرب كويس بس هو عنده مشكله كبيره حته ثبات التشكيل. احنا يعني طول عمرنا نلعب او طول عمرنا لما لعبنا
عنده حته تغييرات كتير. انت المفروض في المباريات دي كابتن احمد عارف القصه دي، ثبات التشكيل مهم جدا. في مباريات لازم الانسجام، لعيب مثلا بيلعبوا اكتر من مباراه وتيجي فجاه تريحه وتلعب واحد تاني، فموضوع الانسجام ده وثبات التشكيل. ممكن اناقشك في الجزئيه دي. بيتسو موسيماني كان من المدربين اللي بيلعب ب 13 14 لاعب يعني، وعنده ثبات في التشكيل، بس جه في نص الموسم لو تفتكر الموسم اللي فات كان عندك موسم رائع جدا، الاهلي بادئ الموسم بشكل رائع جدا، والنص الثاني موسم كارثي جدا للاهلي. ليه؟ اللعيبه خلصت، وساعتها الاهلي اتكلم على الارهاق. الاهلي بيلعب في كذا بطوله، فانت محتاج طول الوقت محتاج تدوير، محتاج اللعيبه كلها تبقى فايقه. في بعض المباريات يا كيمو يعني في بعض المباريات ان انا لازم فيها تثبيت تشكيل، يعني زي مثلا كاس عالم الانديه الاهلي ابناء، في يعني اتفاجئ مثلا بيبقوا ناس نجوم المباراه نجوم، واتفاجئ المباراه الثانيه مش موجودين. طب يعني دي ده كاس عالم وبطوله. طب لما يعني انت قلت لي مدرب كويس، كان دلالتك ايه او انت شايفه مدرب كويس كفكره إيه؟ راجل في الملعب بيبان يعني. في حاجات تركات بتبان في الملعب، في اسلوب بيبان في الملعب، في شخصيته شخصيه قويه جدا، في متفاهم مع اللعيبه، في لعيبه متفاهمه معاه، في حاجات كده اللي يفهمها لعيب الكوره. هو كمدرب كفكر لا مدرب كويس طبعا. مدرب ارى النادي الاهلي وارى قيمه النادي الاهلي وارى لعيبه النادي الاهلي، فبيقدر هو عنده من اللعيبه اللي يقدروا يغيروا له حلول كتير. النادي الاهلي فعلا دلوقتي عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا، ويقدروا يعملوا الفارق او الفوارق في اي بطوله يلعبوها. صحيح. فانا شايف ان هو بيتعامل مع اللعيبه باسلوب محترم. هو كمان عنده ميزه ان هو عنده ثبات انفعالي، هو هادي جدا، مش عصبي، مش معصب اللعيبه، ودي تفرق كتير جدا. علما بقى انه في اوضه اللبس شخصيه قويه جدا. ما اوضه اللبس غير ان احنا بنشوفه. صح. يعني احنا بنتكلم عن اللي احنا بنشوفه. صح. هو ذكي جدا. يعني هدوءه ده بره ده بيفرق مع اللعيبه في الملعب. بيدي انطباع كويس للعيبه. فانا شايف لا ان هو مدرب. طيب كابتن احمد، انت بقى مع فكره ثبات التشكيل ولا مع فكره انه يحصل تدوير عشان اللعيبه ما توقعش بدنيا والعناصر الاساسيه ما توقعش منك في مباريات مهمه؟ طبعا لا، طبعا مع التدوير شويه، بس هو كابتن رامي بيتكلم في حته ان احنا طبعا ما كانش عندنا ضغط الماتشات وقتها زي كده. هو دلوقتي اللعيب برضو يعني ممكن نقول ضغط الماتشات دلوقتي كتير جدا، سفر هنا وسفر هنا، وبتيجي من بطوله تسافر على بطوله تقريبا بتلعب كل 3 ايام. في مرحله يعني استثنائيه. فلا الفتره دي صعبه شويه، صعبه شويه ان انت كل 3 ايام ماتش طبعا. بس الاهلي طبعا عنده سكواد ما شاء الله محترم جدا يعني. بيقدر يغير، والراجل شايف ان هو بيستخدم السكواد بتاع الاهلي بشكل كويس. يعني الراجل بيستخدم يعني انا بشوف ان حسين الشحات مع مارسيل كولر كابتن تحول. ما شاء الله، وبالذات ما شاء الله في البطوله يعني وكاس عالم انديه طول الدوري ما شاء الله ماشي كويس جدا. حتى كهربا لما رجع ماشي كويس. السولية يعني انا شايف ان اللعيبه كتير فاقت. محمد هاني برضو كان عامل بطوله كويسه. لا وافكركم كمان بكريم فؤاد اللي غير له مركزه طبعا. فانا بشوف ان دي كلها ايجابيات من المدرب. ايجابيات من المدرب، المدرب اللي يجي يفوق اللعيبه بتاعته وتأدي بشكل كبير جدا. وكابتن رام عارف الكلام ده، ان المدرب لما بيديك يا كابتن ثقه وانت بتكون قد الثقه دي وبتطلعها في الملعب بتفرق معاك جدا وبتفرق مع المدرب كمان. طيب انت بقى بنظره المهاجم بتشوف مين؟ احنا اتفقنا ان كل اللعيبه اللي بيلعبوا في الاهلي في مركز المهاجم ده او رقم 9 هم مش 9 في الاصل. بس انت شايف مين الاقرب للتسعة في اللي موجودين؟ شايف مين اللي ممكن يبقى هو ده اللي ممكن تقول عليه المهاجم الاساسي للنادي الاهلي؟ اقربهم يعني لو اعتبرنا ان هم كلهم اصلا ما ينفعش. يعني اقربهم بقى شريف، محمد شريف اقربهم. اقرب واحد لان هو لعبها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها اول ما جه الاهلي لعبها فتره كان كويس وخد هداف الدوري بيها، فهو يبقى اقربهم. هو الوحيد اللي بقى عنده الثقه في الحته دي كمان واشتغلها كويس يعني. رايك يا كابتن؟ انا مع احمد طبعا الشريف. وانا شايف ان انا يعني شادي، انا كنت متابعه مع سيراميكا السنه اللي فاتت. شادي تحت احسن ما يبقى فروت صريح. انا شايف ان شادي من تحت، شادي عنده حته المهاره كويسه عنده شويه، وعنده ما شاء الله رجل يمين ورجل شمال، يعني عنده مميزات كويسه، عنده رؤيه ملعب كويسه، عنده رؤيه على الجون كويسه جدا. يعني النهارده عمل واحده في العارضه دي هايله. او جاي من تحت، هو بيجي من تحت. بيجي من تحت احسن ما يبقى فروت صريح. ايه رايك في خالد عبد الفتاح؟ شايفه لغايه دلوقتي مش يعني ماشي كويس، وكمان عنده ميزه ان هو بيلعب جوه وبيلعب بره، فدي ميزه برده تريح اي مدير فني. فانا شايف لغايه دلوقتي خالد ما شاء الله. مروان عطيه لغايه دلوقتي برده ما شاء الله عمل النهارده مباراه كبيره. فانا شايف لغايه دلوقتي الصفقات اللي جايبها الاهلي، وكان ده لعيب
يعني جاي لعيب هايل كنترول باين على الكوره رؤيته اللعيب كويس قوي. حلوه دي الجمله دي كنترول باين على الكوره عشان احنا بنقول لحد باين ان هو كويس الجمله ما بيبقاش فاهمينها اللي هو انت ممكن تشوفه دقائق قليله بس انت كلاعب كوره تفهم على طول اللعيب ده كويس. انا عشان كده بنتكلم ان رؤيه لعيب الكوره غير رؤيه ان حد ما لعبش فدي تفرق. لا كنترول باين ان هو لعيب كويس ولعيب جاي بس ياخد الاستمراريه. رايك يا طبعا لاعب كويس جدا ولمسته في الكوره باينه كابتن استلام الكوره بيباص ويتحرك. انا شفته النهارده الفتره اللي لعبها يعني شفت لقطات شويه كده. لا لاعب كويس جدا ولا اعتقد هيفيد الاهلي الفتره الجايه. مروان عطيه لا طبعا لعيب كويس من هو في الاتحاد لعيب كويس واللي اتفاجئت خالد عبد الفتاح بصراحه حتى اتفاجئت بيه في ماتش الزمالك ان هو كان بيلعب مساكه كابتن واداها بشكل كبير جدا كويس صح. يعني عنده شخصيه يعني عنده شخصيه و... لعيبه كويسه. عايز يروح لافريقيا والزمالك. الزمالك بدايه متعثره مباراتين على التوالي مباراه خساره امام بلوزداد وبعدها تعادل امام المريخ وعنده مواجهه ناريه صعبه صعبه كمان عشان هي قدام فريق كبير زي الترجي وفيرادس كمان على ملعبه فهي صعبه. الزمالك اتعامل ازاي مع المباراه دي وتخطى الظروف الصعبه دي في بطوله افريقيا؟ بص الزمالك عنده الماتش ده يعتبر زي ما بيقولوا الماتش البطوله زي ما بيقولوا يعني ماتش بطوله لان يعني الماتش ده يا يطلعك وتكمل في البطوله يا اما يعني لا قدر الله او خساره ولا حاجه يعني نسبه كبيره تبقى اوت بره البطوله يعني. فانا شايف ان الماتش ده يعتبر زي نهائي بطوله كده فلازم اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه فيه لان الماتش صعب طبعا زي ما انت قلت مع الترجي يمكن مش الترجي برده بتاع السنين اللي فاتت عشان برده من يعني ما نقولش ان الترجي هو الترجي بتاع السنين اللي فاتت لا الترجي بقى له فتره برده مش ماشي كويس يعني مش احسن حاجه برده زي السنين اللي فاتت هكيمه كان في لعيبه كبيره جدا. لا الترجي الفتره الاخيره برده مش قد كده يعني بيكسب بس مش الترجي بتاع السنين اللي فاتت صح. فانا شايف ان لا الزمالك يقدر يعمل ماتش كويس. الترجي يعرف ده انه الترجي جيد صحيح وفريق كبير بس مش هو المرعب بتاع بتاع الفتره اللي من كام سنه دي صح. شايف ان الزمالك يقدر يعمل ماتش كويس لو اللعيبه زي ما قلت لك ان خدت الماتش ده ان هو اخر ماتش في البطوله الماتش ده هيصعدني والماتش ده وفعلا الزمالك لو خد الماتش ده هياخد ماتش الترجي هنا في القاهره هتلاقي يعني هيبقى يكسب ماتش من ماتشين صعد صعب انت بقى وصل 10 هو شايف الماتش ده ماتش بطوله صح. طيب عشان الزمالك يكسب الترجي في تونس محتاج يعمل ايه فنيا في الملعب؟ محتاج يهاجم وياخد مخاطره ولا يدافع ويشتغل على هجمات مرتده ولا محتاج يعمل ايه؟ يعني انت لو في جهاز فني تشتغل على المباراه دي ازاي؟ انا اشتغل ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش بحيث ان انا حتى لو خدت نقطه منه في تونس دي كويسه ان انا اخد في مرتين 4 بونت دول يفرقوا معايا فدي عايزه لعيبه كبيره لعيبه عندها خبره لعيبه اتحطت تحت ضغط في المباريات الثقيله ان هم ما يهبوش الموقف انت بتلعب فرقه كبيره بغض النظر ان هم مستواهم مش الترجي بس انت برضو بتلعب الترجي في تونس فهو ماتش صعب مش سهل صح. لكن انا الاختيارات بتاعتي اللي تقدر كمدرب ذكي يعرف انا عايز ايه من المباراه عارف ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش قدرت اكسب حاجه كويسه جدا احافظ ما قدرتش اكسب ارجع بنقطه دي حاجه كويسه وعندي اقدر اقدر ان انا اكسب فهو عنده رؤيه تشكيل الحاجه اللي اكيد كمدرب عنده رؤيه اللعيبه وعنده هو شايف المباراه دي عايزه ايه اذا كان هيغير في مراكز او يغير بعض الامور في الملعب اللي تقدر تخليه في مباراه زي دي ان انا لو ما عرفتش اكسب ما اخسرش. عظيم جدا. طيب كابتن احمد الزمالك الموسم اللي فات كان بيشتغل على التحولات والهجمات المرتده بشكل رائع جدا والزمالك كمان كان عنده نجاعه هجوميه الموسم اللي فات بشكل رائع يعني بس انت كان عندك بن شرقي ما شاء الله سرعه مهاره بيتحول لهجمه دي النقطه لسه اقول لك بقى ايه الفرق عن الموسم الحالي. بص يا كيمو الفرق على الموسم اللي كان عندك السنه اللي فاتت الجناحين شغالين كان عندك زيزو وكان عندك بن شرقي وكان عندك في نص الملعب طارق وامام عاشور صح وكان عندك ممكن حد يلعب 10 اوباما بيغير في الحته دي بس كان عندك جناحين شغالين النهارده الجناح الثاني زي ما تقولوا ايه يعني لما شلبي لسه برده ما دخلش في اجواء الزمالك والماتشات والجماهير ماتش كويس ماتش لا ماشي على خطه زي ما بيقول ماتش مستوى طالع ونازل ما مش ثابت في المستوى فكان عندك بن شرقي ما شاء الله يعني معلش يعني بن شرقي كان زي ما بقول 50% من قوه الزمالك هو وطارق وامام عاشور 50 النهارده بتلعب بجناح واحد زيزو فطبعا مش الجناح مش هيشيلك لوحده انا شايف ان انسب طريقه بقى هيلعب اعتقد ممكن يلعب باتنين ستة يعني ممكن يلعب دونجا والسيسو يلعب قدامهم سيف ممكن يلعب 10 لان سيف بيلعبها يعني
سيف يلعب 10 وممكن سيف وجعفر سيف وجعفر وقدامه سيف الجزيري عادي ويلعب زيزو على اليمين يلعب بقى على الهجمه المرتده نقفل ونلعب نلعب مرتده تلعب على الهجمه المرتده ما هو ده السؤال كنت لسه بساله الكابتن رامي انه ما تهاجمش ما تاخدش ريسك ما تاخدش ريسك صح عشان تخسر المباراه يعني لو انت حصل كده طيب السنه اللي فاتت كان في تالق واضح جدا لاثنين يوسف اسامه نبيه وسيد عبد الله نيمار ليه التالق ده انا بتكلم هنا بقى على مستوى الافراد مش بتكلم على مستوى التكتيك ليه التالق ده ما دامش يوسف أسامة كان دايما بينزل تغييرة كويسة للراجل بيعمل فارق ممكن يكون هو برضو تشتت ان هو حب عايز يبدأ فطبعا هو تفكير لعيب ان هو لما بينزل ويكسب الفرق بيبقى هو كابتن طبعا انت عارف ان هو بقى لا انا زي ما بكل مرة انزل فلا انا عايز ابدأ طبيعة لعيب الكرة عامة يعني طبعا فممكن تكون دي يعني ايه شتت تفكيره شوية مش مركز الفترة الأخيرة رغم ان يوسف فول الدوري كان ماشي كويس جدا يعني نيمار طبعا فترة الإصابة وبعد كده جه لعب عمر بعد كده لسه لاعب نيمار فيمكن بدأ نيمار الفترة الأخيرة يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه يعني الماتشين الثلاثة الأخرانيين بدأ يرجع تاني للمستوى بتاع السنة اللي فاتت عكس بداية السيزون ما كانش هو نيمار برضه اللي احنا عارفينه هو وزيدو يمكن الماتشين اللي فاتوا بدأت الدنيا تمشي شوية غياب لاعب واحد حتى لو بقيمة الونش تأثر كل التأثر ده في دفاع نادي الزمالك لاعب واحد طبعا واحد طبعا الونش كان عامل تقل لدفاع نادي الزمالك كان عامل هيبة لدفاع نادي الزمالك الونش طبعا من أحسن مساكين في مصر لا الونش فارق جدا جدا مع نادي الزمالك ليه لحاجتين أيوة. ان هو قدراته وخد ثقة وبقى زي ما بيقولوا ايه مساك مصر في الوقت اللي هو كان متواجد فيه وان شاء الله يرجع لنا بالسلامة وتاني حاجه مد تقل وهيبه لدفاع نادي الزمالك فالعمليه دي بتفرق ان مطمن زمايله اللي جنبه بالظبط هو مديني انا مطمن الونش موجود شايلني صح فلا طبعا يفرق يا كريم طبعا يفرق كتير طيب ما لهاش حل فني في الملعب يا كابتن احمد يعني عندك مثلا نجم من نجوم الخط من الخطوط الونش غايب ما لهاش حل فني وتكتيكي تعويض الونش بتبقى صعبه شويه بتبقى صعب على المدرب زي ما الكابتن رامي قال لك لما يبقى لعيب قائد وليدر من ورا ولعب منتخب وكسب خبرات احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده انا وعمك جوه قبل ما نيجي والله بره قال للونش هو اللي شايل دفاع الزمالك طبعا لما بقى عندك قائد من ورا وليدر وشايل الفرقه من ورا لا بتفرق طبعا طبعا لعيب يفرق في خط كامل هو الونش ما شاء الله كان شايل خط الظهر كله يعني. على مستوى التوقعات توقع الزمالك هيعمل ايه قدام الترجي انا بعتقد زكي ماتش كويس الراجل كمان هيذاكر كويس واعتقد ان زكي هيعمل ماتش كويس ان شاء الله ويرجعوا يا رب ان شاء الله بالمكسب كده باذن الله يا كابتن رامي ان شاء الله الزمالك يوفق ويكسب اهم حاجه ما خسرش ما تخسرش لا دي اهم حاجه طيب. ما خسرش الاهلي كمان عنده مواجهه في منتهى القوه والصعوبه امام سان داونز حتى طبعا. لو على ملعبه بس هتفضل مواجهه سان داونز مواجهه قويه جدا تتوقع او تتصور الاهلي هيتعامل مع هذه المباراه ازاي الاهلي برده المباراه دي مكسب ما ينفعش تعادل فيها المباراة مهمة وعلى ملعبك انت بعد كده ما تروح سان داونز مباراة صعبة جدا فانا المباراة على ملعبي لابد عن الا ان انا اكسب المباراة ما لهاش حل ما ينفعش النقطة خسارة ليه فطبعا الاهلي هو عارف وعنده من الخبرات الكبيرة طبعا في البطولات دي وهو عارف اما يروح سان داونز وهو عارف اما يروح ماتش القطن برضه هيبقى صعب فالامور دي كلها الاهلي عنده من الخبرات تأهله ان هو يعرف يتعامل مع المباراة ازاي صح فاكيد اكيد هو عامل حسابه وكولر عامل حسابه مباراة سان داونز وانا اللي سمعته كمان ان شاء الله يبقى فيه 10,000 متفرج برضه يسندوا النادي الاهلي في المباراة دي ان شاء الله وانا شايف ان شاء الله لا الاهلي هيكسب سان داونز باذن الله كابتن رامي انت شرفت ونورت انا بشكرك بيك حبيبي وشرفت باحمد وانا مبسوط ان انا معاك يا رب يخليك دايما منورين الدنيا كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك يا كيمو طبعا وسعيد ومبسوط ان انا موجود معاك ومع كابتن طبعا كابتن رامي وحبيبي وعشره عمر طبعا يا رب يا رب اشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام لقائنا مع الكباتن الكبار كابتن رامي سعيد والكابتن احمد جعفر بعد الفاصل محمد جمال ومحمود شاكر معهم شوية حالات وأرقام مهمة جدا عن مباريات اليوم بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة الأصدقاء الأعزاء المحللين جامدين قوي اللي عندهم كلام حلو قوي على مباراه الاهلي واسوان النهارده اكيد هنكشهم شويه ان شاء الله يعني لو الوقت سمح في ليفربول وريال مدريد محمود شاكر ومحمد جمال
محمود مشرف ومنور بقالك كتير ما ظهرتش. بقالي بتاع اسبوع كده وما طلعتش. انا عشان مش لاقيك. انا موجود اهو. الو محمود فين يا جماعه في القناه؟ محمود فين يا جماعه في الراديو؟ محمود فين يا جماعه؟ ايه عشان بطلع معاك كريم بس بدات اتصل شويه. لا مطلب جماهيري. محمود شاكر مطلب جماهيري. حبيبي يا كيمو حبيبي انا مبسوط ان انا معاك وكالعاده مع جيمي. حبيبي بقى ميزه جيمي بقى انه بقى صاحب مكان. ما بيسيبناش. خلاص ما بيسيبناش قاعد معانا على طول. موجود على طول. حبيبي يا كيمو. اخبارك ايه؟ مبسوط والله ان انا موجود معاك كالعاده ومع محمود طبعا. كله حلو؟ زي الفل الحمد لله. انا بقى عايز ابدا مباراه الاهلي واسوان من زاويه مش من زاويه يعني زاويه في المباراه بس برضو قبل الامور الفنيه يعني. النهارده قعدت اتامل وانا بتفرج على ماتش ريال مدريد وليفربول الاخطاء الحلوه بتاعه تيبو كورتوا واليسون. اثنين عملوا خطأين كارثيين. وقعدت اقول يا ترى يا هل ترى لو محمد الشناوي اللي عمال في انتقادات كثيره جدا عمل واحده من دول هيحصل فيه ايه؟ يقول لك يقعد يمشي يرحل يعدم يعمل حاجه يحصل فيه حاجات كتير قوي. ما هو دي غلطه طبعا. كارثيه طبعا. محمد الشناوي نال ما ناله خلال الايام الماضيه وبصراحة شديدة هو يستحق الجزء طبعا. كان له أخطاء. له أخطاء. بس كان في مبالغات. تتفق ولا تختلف؟ لا ده أنا متفق جدا. متفق جدا جدا. ولو ناس تجيب الصورتين بتاعت أليسون بيكر وقاعد على الأرض متحصر من الغلطة اللي عملها. والصورة اللي بعديها بتاعت كورتوا اللي قاعد متحصر بعد الغلطة اللي عملها. ويجيبوا النهارده الراجل اللي بيتصدى لركلة الجزاء ومع اختلاف الفارق. ما هو الاهلي ما هو ريال مدريد وليفربول فرقتين كبار قوي في اوروبا بيلعبوا في المستوى التنافسي ده. الاهلي فرقه هي الفرقه الاكبر في افريقيا وبيلعب في المستوى التنافسي ده. ولما الاقي انه النهارده الشناوي بيكمل يخلي الاهلي يكمل ويكمل مجموعه من الارقام العظيمه جدا للنادي الاهلي بيتصدر ركله الجزاء. المباراه اللي فاتت بيتصدر ركله الجزاء امام ريال مدريد بيتصدر ركله الجزاء. قلنا يا جماعه الصور اللي قال عليها جيمي دي شكلها صور حلوه. بيتصدر ركله الجزاء والناس بتنتقد محمد الشناوي. فده بالنسبه لي الموضوع بقى صعب جدا جدا. لما اجي اتكلم على حارس الافضل في افريقيا الموسم الماضي داخل افريقيا وبتكلم على الحارس الاول لمنتخب مصر والحارس الاول للنادي الاهلي اللي قاد النادي الاهلي في بطولتين افريقيا اللي خدهم ووصل للفاينل ومفيش فريق كبير ما عندوش حارس كبير طبيعي. فالحارس الكبير ده هو اللي قاد الفريق ده مع المجموعه اللي موجوده انه ياخد كل الحاجات اللي فاتت ويروح ياخد برونزيه كاس عالم انديه وصد ركله الجزاء بتاع بالميراس اللي شالها من ميلو ونجم المنتخب البرازيلي السابق وعنده رقم مميز قوي محمد الشناوي كريم. مين اسطوره حراسه المرمى؟ طبعا في اسامي كبير جدا في مصر لكن مين اسطوره حراسه المرمى؟ طبعا كابتن عصام الحضري. طيب عصام الحضري في تاريخه مع النادي الاهلي 47 ركله جزاء تصدى ال 11 بنسبه 22.5%. النهارده محمد الشناوي بيصل لنفس عدد ركلات الجزاء لكن من 36 ركله جزاء بنسبة تقترب من 34%. فبنتكلم على ان محمد الشناوي بيتجاوز النسبة. ادي اهو بص يا كريم الراجل الحسرة على وجه كورتوا بعد الخطأ الساذج اللي عمله قدام محمد صلاح النهاردة وبعديها على طول أليسون بيكر قاعد على الارض بعد الخطأ الاكثر سذاجة اللي عملها النهاردة اللي عمله في مباراة. بنتكلم على تشامبيونز ليج ليفربول ريال مدريد. بس كده احنا بنتكلم على اثنين ان لم يكنوا الافضل في حراسه المرمى في العالم فهم على الاقل من خمسه افضل في العالم. مليون في الميه. كورتوا السنه اللي فاتت ناس كتير بتتكلم على دور بنزيما وناس كتير بتتكلم على دور لوكا مودريتش وكروس في وسط الملعب. السنه اللي فاتت اللي وصل ريال مدريد للفاينل بلا شك هو كورتوا. كورتوا مباراه السيتي مباراه البي اس جي كان ليه صدات اسطوريه ومباراه الفاينل قدام ليفربول صدات اسطوريه. فالراجل ده بيغلط الغلطه دي. جمهور ريال مدريد النهارده ناس تتفرج على تويتر لحد قال كورتوا ارحل ولا اجيب له حارس عشان خاطر يحس بالخطر على مكانه ولا اصل اجيب له اي حارس وخلاص ولا اصل طول ما هو الحارس اللي قاعد وكان الاهلي ما عندوش حراس غير محمد الشناوي وكان اللعيبه اللي موجوده دي ما تمرنش وحراس قليلين. فاخر حاجه لمحمد شناوي كريم محمد شناوي له اخطائه زيه زي اي حارس في العالم ودول نموذج. لكن وانتقدوا على خطأه لا مجال للتنظير على ان الناس ما تنتقدش حد. لكن المبالغه كما وصفتها يا كريم المبالغه اصبحت اسلوب حياه. لا صعب جدا ان اللعيبه تتحمل حتى اللعيبه تتحملها بهذا الشكل. انتقدوا لانه اخطا مفيش مشكله. لكن ان انت في ظل النهارده وسبحان الله لما تيجي النهارده الاخطاء والرقم اللي انا بكلمك عليه ده بتاع محمد الشناوي بتاع ركلات الجزاء ده. محمد اصلا مش من الناس المميزه قوي في ركلات الجزاء لكن وصل لده بعد مرحله من الخبره. النسبه العالميه يا كريم النسبه العالميه العاليه 25% توصل 27%. محمد الشناوي مع النادي الاهلي في كل البطولات تجاوز ده وعدى ال 33%. يعني من كل ثلاث ركلات جزاء بيشيل واحده. رقم عظيم جدا لمحمد الشناوي. حود عايز اسمع رايك.
كريم هو في مبالغه في كل شيء مش بس على محمد الشناوي. محمد الشناوي لازم الناس ما تنساش ان في الاول في الاخر هو لعيب كوره بني ادم، هو مش مكنه. يعني محمد الشناوي لعيب كوره حارس مرمى مش مكنه، مش طبيعي. كم وبعدين انت كنت بتلعب في قوه تنافسيه كبيره جدا زي كاس العالم، فكم الهجمات اللي بيجي عليك كبير جدا، وكم الاخطاء من المدافعين في التمركز ممكن تشتتك في مواقف كتيره جدا. ما بنقولش ان محمد الشناوي ما اخطاش، لا اخطا، ولكن انا هرجع لكلام جمال في حته ان مثلا اليسون بيكر السنه اللي فاتت مع ليفربول كان كارثه، اخطا اخطاء كتيره جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك على حاجه، اليسون بيكر كل ما يغيب عنه فان دايك او يغيب عنه ماتب او يغيب عنه كوناتي بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا، ان الدفاع اللي قدامك بيقدر ان هو يفوقك بشكل كبير. ولكن يا كريم، هي المبالغه مش على محمد الشناوي بس، هي طب دلوقتي انت عاوز تجيب حارس مرمى تاني يكون مع محمد الشناوي عشان خاطر يزق معاه، وعشان خاطر القصه اللي حصلت قبل كده بتاعت عصام الحضري ونادر السيد. مع احترامي الكامل لكل الناس بتتكلم، هو مين احسن جون في مصر؟ هو محمد الشناوي. هجيب له مين ينافسه عشان خاطر عليه؟ ممكن تكون دي مدرسه في وقتها كانت تنفع، بس ممكن دلوقتي ما تنفعش. المبالغه بقى في كل حاجه. طب ما هو النادي الاهلي بعد ما خسر من الهلال كم الهجوم على كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي اللي كانت من يومين حلوه وعظيمه بالظبط. مارسيل يعني انت ماتش ريال مدريد وفلامينجو خدت اشاده كبيره جدا طبعا. جدا من كل الدنيا. ماتش الهلال مارسيل كولر وحش، الناس بتقول لك فينك فين ايامك يا موسيماني، الشناوي وحش، لعيبه النادي الاهلي عندها مشكله، حسين الشحات اللي كان مكسر الدنيا في مباراه ريال مدريد هجوم مش طبيعي. يا جماعه احنا ما ينفعش ان احنا نفرح قوي ونزعل قوي ونبالغ قوي، في الاول في الاخر دي لعيبه والطبيعي ان هي تخطئ. النهارده الاهلي قدام اسوان في حاجه فنيه وتكتيكيه كان شكلها ملفت النهارده، الكرات الطوليه اللي الاهلي بقى يعملها بس بدقه محترمه. يعني خد بالك انه الكرات الطوليه في العالم عظيمه، في مصر او في الكره المصريه دايما بيبقى فيها مشاكل كبيره، نسبه النجاح فيها قليل جدا. الاهلي تطور جدا في هذا الامر. ده حقيقي. النهارده النسخه الاصليه من مارسيل كولر بتعود مره اخرى للنادي الاهلي بعد مباراه سيئه جدا من مارسيل كولر المباراة الهلال. النهارده بيرجع يصحح الاخطاء. واضح جدا انه كان مركز ومرتب ومذاكر، لان انا كنت شايف ان هو ما كانش مذاكر كويس الهلال، والهلال فاجئه بطريقه اسلوب لعبه. النادي الاهلي النهارده كان بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على الكور العاليه في الناحيه اليمين، والسويتشات اللي كانت بتحصل ما بين خالد عبد الفتاح وما بين حسين الشحات، والادوار اللي كانت دايما بتكون لو حسين الشحات دخل جوه عمق الملعب بتلاقي على طول اللي طلع بره قفشه، وده هوريها لك بالحالات. فالنادي الاهلي النهارده كان مذاكر اسوان كويس جدا جدا، وعارف ان اسوان دايما بيلعب على السكند بول، فكان دايما الكوره لما بتتلعب للاجنحه بتوع نادي اسوان كابتن ايمن رمادي، شفناها دي في مباراه الزمالك ومباراه الابرز لنادي اسوان السنه دي، ان دايما كابتن ايمن رمادي بيلعب الكور العاليه والسكند بول، الكور الثانيه بتنزل ضغط كبير جدا من نادي اسوان عشان يسترجع الكور، عشان هو مش هيقدر يعمل البيلد اب من تحت. فالنهارده بقى النادي الاهلي بقى يعمل ايه؟ الباك ليفت او الباك رايت سواء محمد اشرف او سواء خالد عبد الفتاح يا كريم ممكن يروح لغايه ال 18 يمسك الوينج. فدي هوريها لك الاول في الحالات الدفاعيه، بعد كده اقول لك النادي الاهلي هو مع اربع حالات بس في الدفاعيه، اوريك بالظبط خالد عبد الفتاح. طيب هنا في الحالات الدفاعيه بص هنا ده نادي اسوان عنده اوت. بص خالد عبد الفتاح فين يا كريم؟ اني واحد بص اهو رقم اثنين اهو، بص خالد عبد الفتاح فين بالظبط، ومين اللي طلع حاول ياخد الكوره؟ ده محمد اشرف. بص الزائق لحد فين، واللي كان غريب جدا هو شكل خالد عبد الفتاح. شوف الحاله اللي بعدها نفس الكلام برده، دي برضو نفس الكلام هنا او التاني لنادي اسوان. هاتوا الحاله بقى هي دي برضو محمد اشرف. بص يا كريم رايح لغايه فين يغطي، بيطلع مع الوينج في اي حته. هنا برضو الضغط وقوه النادي الاهلي في استرجاع الكوره. بص كام واحد من لعيبه النادي الاهلي هي. اربع لعيبه هتقطع او التاني هيلعب النادي اسوان هيلعب الاول التاني. بص برضو كام لعيب لغايه ما الكوره تروح لمحمد الشناوي. وفي لقطه كمان قبل ما اخش لك على الحاله الحالات الهجوميه الفريم اللي بعده، بص هنا يا كريم برضو عاوز اوريك بص محمد اشرف طلع لغايه فين، بيسيب اي حاجه عنده، وهتلاقي على طول ان الباك الناحيه الثانيه هو اللي بيخش عشان يعمل الثلاثه مع بعض في الحاله الدفاعيه. عاوز اكلمك بقى على الحالات الهجوميه. النادي الاهلي من الاجوان اللي جت هي ما جتش من صدفه او جتش من وليد صدفه ان النادي الاهلي فلعب الكره، لا النادي الاهلي من اول المباراه كريم وهو مركز جدا على ان هو يلعب كره. الكره دي كانت في الدقيقه 8 اول ما النادي الاهلي بيستلم الكره خالد عبد الفتاح بيحصل السويتشات ما بينه وبين حسين الشحات. كمل حالات طيب نكمل حالات. فكان دايما النادي الاهلي اللا مركزيه اللي كانت تحصل دايما ما بين حسين الشحات وما بين محمد مجدي قفشه، واللي كان بيقوم بالدور ده حمدي فتحي. النهارده اللي كان بيقوم بالدور ده محمد مجدي قفشه. بص يا كريم مثلا الكره الثانيه هنا، بص مروان عطيه
برضو كرة العالية ناحية اليمين هي ما كملتش ولكن دايما كان النادي الأهلي مركز على المنطقة دي. شوف برضو الكرة اللي بعديها لغاية لما نوصل للجون اللي احرزه النادي الأهلي مروان عطية واحد النهاردة وهنتكلم عليه كتير رائع أكتر رائع. بص برضو هنا محمود متولي كرة عالية برضو في دي ده الهدف اللي جه. عاوز أقف عند الهدف ده الهدف اللي ألغي يا كريم. ليه محمود كهربا هو اللي مش مهاجم النادي الأهلي بيلعب أحسن من مهاجمين النادي الأهلي؟ بص يا كريم هنا الكرة العالية اللي اتلعبت نرجع بس للحلم الأول. بص يا كريم هنا خالد عبد الفتاح موجود محمود متولي خالد عبد الفتاح بيحاول ياخد الراجل معاه عشان اللي بيزق إن يكون حسين الشحات. الكرة بتتلعب بص يا كريم مين موجود هنا ناحية اليمين أفشة. مين اللي دخل مكان أفشة؟ حسين الشحات. فمين اللي بقى وينج رايت؟ أفشة. بص بقى كهربا أول ما اتلعبت الكرة بص يا كريم على تحرك كهربا عشان كده بقول لك ليه كهربا اللي مش مهاجم بيلعب احسن من مهاجمين النادي الاهلي. بص كهربا سلم الكره بص يا كريم بص يا كريم هيجري على البعيده على طول قرار واخده. كهربا لعيب ذكي جدا جدا ممكن تكون مقاوماته كلاعب كره مش فرود مش قوي بدنيا ما يقدرش يطلع ياخد الكره تيكوف ولكن بيلعب بدماغه وبذكاء كبير جدا جدا وده اللي شفناه في الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في الكره الاولانيه. شوف برده الكره دي يا كريم هنا محمد اشرف عاوز بيلعب الكره هنا نشوف احمد عبد القادر الكره دي هترجع ده استرجاع الاهلي للكوره ماشي. هنا في برده كره هتتلعب بالظبط كره عاليه برده ثاني يا كريم هو النادي الاهلي كان مصمم على الكوره عاليه. بص اول قرار على طول الكوره عاليه او الكوره العرضيه للنادي الاهلي دايما على الحته اليمين عشان في مشكله دايما ان علي اسمه علي الباك ليفت بتاع علي فتحي عنده مشكله دايما ان هو ما بيبقاش عنده مسانده وكان دايما خالد عبد الفتاح ماسك احمد عبد الرحمن اللي هو اللي بيلعب اللي اتغير على طول اللي ضيع ضربه الجزاء النهارده من ان ده. عاوز بس اوريك الهدف اللي جه للنادي الاهلي نكمل الحاله برضه كريم برضه بص محمد اشرف عاوز اوريك هنا كوره مهمه جدا جدا بص على خالد عبد الفتاح واحده واحده كريم بص ركز معايا بص خالد الفتاح دخل فين مين اللي طلع بره حسين الشحات نكمل بقى الكوره اللخبطه اللي عملها خالد عبد الفتاح الكوره هنا تحاول تطلع من مروان عطيه خالد عبد الفتاح رجع تاني اللخبطه اللي عملها دي خلت مين لوحده حسين الشحات لما خالد عبد الفتاح هتلاقي بص يا كريم محمد مجدي قفشه هنا بيستلم بيطلع حسين الشحات مع ان في هنا بيتلعب كره عرضيه كانت هتيجي جون فدايما بيبقى في سويتشات ما بين محمد مجدي قفشه وما بين حسين الشحات فتلاقي دايما مره حسين الشحات يلعب الاوفر ومره محمد مجدي قفشه اللي بيلعب الاوفر. عظيم جدا. طيب من زاويه اخرى او من زاويه تكمله لما قاله محمود شاكر وهو التحول اللي مش طبيعي مش عشان هو لاعب مش جيد انا بتكلم على حسين الشحات بس التحول اللي مش طبيعي انه لاعب من اقصى اليسار الى اقصى اليمين من لاعب جماهير النادي الاهلي تنادي برحيله انه ما بيقدمش كثير مع النادي الاهلي للاعب هو النسخه الاصليه لحسين الشحات بتاعت زمان مع مارسيل كولر. نسخه شحات مع كولر هي النسخه البريماكس مش هقول بروماكس هي النسخه انا قاصد اقول بريماكس تنقصه تفصيله بسيطه ويصبح هو اللاعب الافضل في الدوري المصري في المكان ده. حسين الشحات بيعمل كل حاجه في الملعب دلوقتي بيعمل كل حاجه في الملعب هو اللاعب الرئة الأولى للنادي الأهلي الورقة الهجومية الأفضل في النادي الأهلي من الناحية اليمين صانع اللعب الأول في النادي الأهلي من الجناح مش من مركز عشرة كما اعتاد الجميع أن صانع اللعب هو اللي بيعمل. نسخة حسين الشحات هي النسخة الأفضل هي الجبهة الأفضل لمارسيل كولر في الموسم الحالي 5 أهداف صناعة في 11 مباراة فقط يتفوق عليه أحمد سيد زيزو وأحمد بالحاج 8-6 لكن من 17 و18 مباراة هو فقط في 11 مباراة 5 أهداف صناعة. حسين الشحات كريم مش بس بيقدم المردود ده لا بيدي حلول كتير جدا 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 لمارسيل كولر في حاجات كتير. تعال نشوف حسين الشحات عمل ايه النهاردة وحسين الشحات مش بس الأهداف التحركات اللي عملها وتقف هنا ودي الكرة اللي دخل كمل فيها كملها دي الكرة الهدف الملغي. بص وقف هنا ارجع تاني. انا عايز جمهور النادي الاهلي يراجع نفسه ويقول لي امتى حسين الشحات اخر مره دخل في التحام هوائي وخده مع لعيب اقوى واطول منه في البوزيشن بتاعه رافائيل اياجو واحد من افضل اللاعبين في مركز 6 في الدوري المصري الراجل دخل في التحام هوائي وبياخد الكرة. القضيه مش في انه خد التحام هوائي القضيه بتتكلم على تركيز جاهزيه بدني جيد جدا وكانت مشكله الشحات الكبيره جدا قبل مارسيل كولر عشان كده بقول لك نسخه مختلفه تماما. اهم تاثير كولر عليه عشان هو حسين الشحات اصلا ما كانش هياخد الكولر انه هينط النطه ولا هياخد التيكوف ولو خد التيكوف مش هياخد فبياخد خش التحام هوائي بيحيي الكوره من جديد وبيكمل بعد كده. هات لي الحاله اللي بعديها على طول هات لي الحاله اللي بعديها بص هنا بنتكلم على وقف هنا
حسين الشحات اللي بيشتغل بلاي ميكر، حسين الشحات اللي بيخش جناح، حسين الشحات اللي بيلعب راس حربه في البوزيشن ده. الطبيعي مين اللي يبقى موجود فيها؟ كريم محمود عبد المنعم كهربا اللي موجود هنا في البوزيشن بتاع راس الحربه هو حسين الشحات. ليه؟ لانه خالد عبد الفتاح طلع فتح على اليمين وقفشه نزل تحت في مكانه الطبيعي كبلاي ميكر. الراجل استلم الزاويه قفلت عليه ان هو يرجع ويعمل الباس لورا، راح حاول ان هو يعمل التصويبه واحده بعدها حطها في الضيقه. روح للحاله اللي بعديها كمان للمكان الثالث لمكان الصناعه الكره، وهنا وقف معايا ثواني لان الكره دي هنحتاجها، انا همشيها بسرعه بس هنحتاجها بعد شويه كريم في الخدعه الجديده. احنا كنا هنا انفرادنا بالخدعه بتاعت مارسيل كولر في الكرات الثابته، اقول لك الخدعه الجديده اللي الراجل بيعملها في الكرات العرضيه اللي تم انتقاد عليها بسبب ان ما عندوش فيرويد وبنعمل كروسس كتير. الراجل بيعمل خدعه جديده بدات من مباراه النهارده. فكمل كمل كمل الكروس هنا محطوطه على البعيده على انه ما عندوش فيرويد، فبيضطر يعملها على البعيده للمدافع عشان ترجع للمدافع التاني. الاثنين المدافعين يا كريم، واحد على البعيده واحد على القريبه، بيبعدوا عن بعض، ما حدش منهم بيخش ياخد الكره في ظل غياب حمدي فتحي. المدافع الاولاني محمود متولي او محمد اشرف المدافع الابعد بتتلعب الكره على دماغه وبتروح للمدافع التاني وتكمل. هات الحاله اللي بعديها، الحاله اللي بعديها على طول. كمل كمل كمل، ماشي الكره ماشي الكره على سرعتها. هنا خالد عبد الفتاح، حسين الشحات من العمق، ودي الاولى. الراجل بيعلق الكره برده على البعيده لكهربا. كمل حسين الشحات في مركز الجناح. كمل الحاله اللي بعديها، الحاله اللي بعديها على طول هنا. وهنرجع هنا برضو نتكلم على مروان في حينه. يعني هنا ذكاء التمريره، ذكاء التمريره اهم بكتير بكتير من اي حاجه. وهنقف تاني عن تمريرات العرضيه واقول لك الخدعه الجديده بتاع كولر. حسين الشحات يا كريم ما بيروحش الاند لاين، افتكر كويس. حسين جناح ما بيروحش الاند لاين رغم انه جناح خط، هو عارف واقف فين عشان يحط الكروس فين. والكره دي هوريها لك كررت كام مره النهارده. كمل كل دي، انا عمال ده كله بتكلم في مباراه واحده في شوط واحد للاعب واحد هو حسين الشحات. كمل كمل اللي بعديها، اللي بعديها الجون اللي بعده، يلا اللي بعده. حسين الاستلامه باص جول، الباصه جول وبيجري كمان داخل جوه، دخل مكمل. ودي تاني تروح وتقول مارسيل كولر وتاثيره على حسين الشحات. شابوه حسين الشحات، الورقه الاهم هجوميه للنادي الاهلي. طلبوا مني فاصل بس عايز اعرف الخدعه بتاعت كولر الجديده. طيب قبل ما اطلع فاصل، طيب نجهز نجهز ال- 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 الخدعه الجديده بتاعت كولر بتاعت العرضيات. واحنا بنتكلم يلا كريم. الاهلي عنده مشكله، ما عندوش مهاجم. اهي الخدعه اهي. وقف وقف هنا ثواني قبل ما نتكلم. ماشي يلا 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 عشان هيرجع بقى. لا ماشي دي ماشيه دي على سرعتها. بص يا كريم، اول اوبشن طبيعي هيروح للاند لاين ويحط الكره بالعرض كات باك لورا، ادي الاولى. ماشي هات الكره اللي بعديها بتاعت قفشه اللي ضاعت، اللي بعديها على طول يلا كات باك. الاهلي يا كريم ما بقاش بيعمل الكروسز العاديه، الاهلي بيعمل كروسز بالقدم العكسيه على الارض يا كات باك برجوع الكره للخلف تاني مره. اللي بعده ده في نفس المباراه، كل ده في نفس المباراه. هات اللي بعديها القطعه هنا، دي مش من حسين، رجوع لورا والتواجد بتاع قفشه المعتاد، رجوع الكره للخلف. دايما اول تفكير حط الكره بره للاعيب اللي جايب اريحيه مش داخل في التحامات مع السنتر باك. اللي بعده بص بوقف هنا وارجع ارجع 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 ارجع. بص حسين الشحات بيحط الكروس على الارض كات باك كره لورا من على الاند لاين طبيعي لان ضربه ركنيه عشان يشوطها محمود كهربا وتعال كره عاليه. وفي كورتين تانيين عشان تروح للفاصل، في كورتين تانيين في الشوط الاولاني كانوا محمد مجدي قفشه ببصتين من حسين الشحات بيوصل قرب الاند لاين قبل الاند لاين بخمسه سته يارده ويحط الكره على الخط للاعيب اللي جاي مرتاح جدا جدا. غير الاهداف وغير الفرص اللي راحت، الخدعه الجديده بتاعت مارسيل كولر، انا ما عنديش مهاجم بس انا هتصرف في الكرات العرضيه واعرف ازاي استغل ال 14 عرضيه النهارده، يبقى منهم تسعه من ال 14 عرضيه في اقدام او رؤوس لاعبي النادي الاهلي. عظمه جدا. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. محمود شاكر ومحمد جمال هيكلمونا عن واحد من نجوم هذه المواجهه مروان عطيه. خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم قبل الفاصل انه محمود وجيمي عايزين يتكلموا كتير عن مروان عطيه اللي شايفينه واحد من نجوم هذه المواجهه، مواجهه الاهلي واسوان النهارده. النادي الاهلي دلوقتي يا كريم بقى بيمتلك خط وسط ناري، امنيه حياه او مطلب لاي مدير فني في العالم. انت بقى عندك ست لاعبين في وسط الملعب، البروفايل بتاع السته كله مختلف. النهارده مروان عطيه بعد ما كان الكلام ان هو جاي الزمالك، لا ده النادي الاهلي جابه عشان الزمالك كان عاوز، النهارده بيثبت او بدايه اثبات ان لا مروان عطيه واحد من اهم اللعيبه اللي هيبقوا موجودين في منظومه كولر، لان كولر من اكتر الناس اللي ممكن تطور لك اي لعيب. كلنا كنا عارفين
ان حمدي فتحي محصور في ادوار الشر. الراجل دستروير بيخبط بي بي بيقطع كور. الراجل تغير مره واحده. مروان عطيه ودي ارقام مروان عطيه النهارده لعب 90 دقيقه شط اربع تسديدات، عمل 56 تمريره من 72 تمريره منهم كور عاليه ونسبه تمريرات صحيه 78% وعمل صناعه فرصتين. ليه بقى كريم بقول لك مروان عطيه لعيب مختلف عن اي لعيب موجود جوه النادي الاهلي؟ اول حاجه استرجاع الكوره. طب ما هي الارقام دي احلى. لمس الكوره دي الارقام احلى من اللي فاتت. ماشي لمس كوره 91 مره، التمريرات الصحيحه في الثلث الاخير وده شيء مهم جدا جدا جدا. 11 تمريره مع ان هو كان بيلعب اول واحد قدام الاثنين مساكين. تمريرات الطويله الصحيحه اللي كنت بقول لك عليها 6 تمريرات واستعاد الكوره واسترجاع الكوره 10 ووقف عند استعاد الكوره دي 10. بص يا كريم زي ما كنت بقول لك حمدي فتحي اتطور، فالراجل ما بقاش يلعبه 6 بس، بقى بيقوم بادوار لعيب رقم 8 ويخش ساعات 10 والكلام ده كله. مروان عطيه لعيب مكوناته وعنده مرونة كبيرة جدا ان هو يقدر يلعب لك 6، يقدر يلعب لك 8، ممكن يلعب لك 10. جسمه ممكن تكون تشوف جسمه وتقول ايه ده هو ازاي هيقطع كور ده؟ لا زي ديانج ولا زي حمدي فتحي. راجل عنده موبيليتي وعنده مرونة كبيرة جدا جدا. النهارده في استرجاع القوة كان اكتر من رائع. حاجة تانية يا كريم، الراجل بيطلع الكورة من رجله صح بطريقة مهما يضغط عليه بيقدر ان هو يزق ويلعب الكرة صح. نادرا ما بيخطئ وده شيء مهم جدا جدا. النادي الاهلي وكولر عاوزه في التحول، فمروان عطية هيبقى واحد من اهم اسلحة كولر الفترة اللي جاية، وبنسبة كبيرة يا كريم هو هيبقى الثابت في المكان ده مع تغير حمدي فتحي وديانج وقندوسي والسولية. والسولية طبعا. طيب كلمة معاك عن مروان عطية. مروان عطية مروان عطية اللاعب صاحب الثلاث رئات، وهي واحدة من الثلاث فوائد اللي بيقدمه النادي الاهلي، ان هو صاحب ثلاث رئات، دي واحدة من الثلاث فوائد بتوعه اللي بيعمله. واحد ورك ريت المعتاد بتاع لعيب وسط الملعب، ورك ريت ممتاز، راجل بيغطي كل مساحات الملعب، بيغطي لك السبيس او الزون بتاعت 6 والزون بتاعت 8 والزون بتاعت 7 اللي موجودة ناحية اليمين اللي كان بيلعب فيها النهارده. ناس كتير بتستغرب من زون 7، زون 7 اللي هي لعيب وسط الملعب اللي بيميل ناحية اليمين عشان يعمل التغطية على الجنب. نجيب الحالتين اللي احنا جايبينهم على سبيل المثال وليس الحصر، مش ده كل اللي عمله مروان. الحالتين اللي عملهم مروان عطية النهارده، رقم واحد يا كريم مروان عطيه الموسم الماضي عنده رقم عظيم جدا جدا، وهوب وقف هنا، ارجع 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 وقف هنا، يعني الكره دي اللي عملت الجول، بس كمل كمل يعني كملها ووقف عند القطعه، وقف عند القطعه، بص وقف هنا وقف هنا. هل الكره دي حصلت صدفه؟ طب خليني اقول لك رقم رقم عظيم جدا. اللاعب الاعلى في الدوري المصري في وجود طارق حامد الموسم الماضي، في وجود اليو ديانج، في وجود حمدي فتحي، واللاعب الاعلى استخلاصا للكوره في نصف ملعب المنافس بتاعه وهو بيلعب في الاتحاد السكندري في الدوري المصري هو مروان عطيه. ده رقم عظيم. لما فيريرا حب ياخد مروان عطيه وبص عليه كان الراجل معاه حق. لما روي فيتوريا بعد ما اتفرج على مباراتين فقط للاتحاد السكندري وخده كلاعب وحيد من الاتحاد السكندري في معسكر المنتخب من ضمن الاسماء المستدعاه كان معاه حق. تاني نقطه كمل بقى مارسيل كولر في الاخر ضموه كان عنده حق. واقول لك ليه مارسيل كولر بالنسبه له هو كارت جوكر وكارت رابح مروان عطيه، دي الكره اللي كملت بالهدف الثالث للنادي الاهلي. طب تعالى بقى جيب لي الهدف الثاني، هات لي بقى الهدف الثالث، هات لي اللقطه اللي بعديها الهدف الثالث. يلا بص بص هنا دي الميزه الاولانيه. وقف بس اول ما يستلم، وقف اول ما يستلم. الميزه الاولانيه يا كريم كمل كمل كمل. لا وقف اول ما يستلم ولما يضغط عليه اللعيب كمل 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 لما يلعب يضغط عليه كمل كمان كمان قبل ما تطلع من رجله كمل 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 قبل ما تطلع من رجله الباص كمل كمان 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 ووقف هنا وقف هنا. بص يا كريم احنا قلنا الراجل افضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي بيستخلص من نصف ملعب المنافس رقم واحد، وقلنا الورك ريت الثالثه بقى ايه؟ صعب جدا جدا يطلع من رجله باص خاطئ مهما كان الضغط. المسافه بينه وبين المدافع يا كريم اقل من يارده، الطبيعي انه يعمل باص طول يخلص من الكوره. طب بص الباص الطولي ده اللي اتكرر النهارده 7 مرات بشكل صحيح، 6 من 7 الراجل اللي عمل الباصات الطوليه دي تحت الضغط عملهم صح. كمل، ده الجون الثالث للنادي الاهلي يا كريم. بص الباص اللي اتحط لحسين تحت الضغط هو اللي عامله مروان. ارجع لي بقى تاني مروان عطيه يا كريم. مروان عطيه بيثبت للجميع بيثبت للجميع انه ابدا ابدا لم يكن صفقه كاديه للنادي الاهلي. مروان عطيه هو صفقه كان يحتاجها النادي الاهلي بشده بشده، وبيثبت كل يوم على احقيته في التواجد سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. اعتقد اعتقد انه هينضم لمنتخب مصر ان شاء الله في التجمع القادم في شهر مارس ان شاء الله. سريعا الجون الاولاني برضه هو مشارك فيه صح. يعني عامل هو البري اسيست اللي كان لا يعني كان رائع كان رائع كريم وهيدي مرونه كبيره جدا لمارسيل. طب جيمي كنت قلت لي ان انت انا معايا دقيقه وفي ارقام مهمه او مكاسب للاهلي النهارده من هذه رقم واحد يا كريم. الناس ناس كتير بتتكلم بيقول لك فوز عادي للنادي الاهلي على اسوان. مبدئيا
فريق أسوان لم يهزم مع كابتن أيمن الرمادي على ملعبه ولا مباراة، هذه المباراة الأولى. اثنين، فريق أسوان لم يتلقى شباكه ثلاثة أهداف هذا الموسم مطلقا. ثلاثة، فريق أسوان لم يتلقى ثلاث أهداف في شوط واحد، النادي الأهلي لم يحرز ثلاث أهداف في الشوط الأول مطلقا. النادي الأهلي بيحافظ على نظافة شباكه للمرة الستة على التوالي والمرة 11 هذا الموسم. النادي الأهلي بيظل مسيطرا على شباكه إنها تكون أقل شباك استقبال الأهداف بخمس أهداف هذا الموسم بعد اقتراب إكمال الأهلي نص موسم حتى الآن. النادي الأهلي بيحافظ على إنه أعلى معدل هجومي في الدوري. النادي الأهلي بيحافظ على قمة جدول الدوري مع أفضلية مباراتين عن منافسيه بيراميدز وفيوتشر. النادي الاهلي مع مارسيل كولر بريمو الدوري المصري. في ارقام كمان ازودها مع جمال فضل. هي النهارده الكلين شيت ال11 للنادي الاهلي في الدوري، والرقم الاهم من ده النهارده مارسيل كولر في ولايته مع النادي الاهلي بيحقق المكسب السابع ب 3-0. اتحاد منستيري، اتحاد السكندري، سموحه، نادي الزمالك، بيراميدز، وفي كاس العالم للانديه اوكلاند النهارده سبع مباريات بتواز. النهارده اسوان المباراه سبع مباريات بتكسب 3-0، منهم مباراه في كاس العالم للانديه ومنهم مباراتين مع اقوى فريقين مع النادي الاهلي طبعا في مصر هو بيراميدز ونادي الزمالك. ف علما علما انه بين قوسين كده مارسيل كولر عنده شكوى هجوميه، شكوى من مهاجميه. معلش كده بقول لك كريم في مبالغه في كل حاجه. لا ده هو لا انا بقول لك هو نفسه يعني كل ده وهو عنده شكوى هو كمان بيشكو مهاجم يعني بصراحة. هو لو جاب بقى مهاجم اللي هو عايزه هتبقى النتائج عامله. خلي بالك انا عايزه بس في 10 ثواني اللي قاله محمود الاسماء اسامي الفرق اللي قالها. اتحاد المنستيري اللي مطلع نهضه البركان في بطوله الكونفدراليه، النادي الزمالك صاحب الترتيب الخامس، الاتحاد السكندري صاحب الترتيب الرابع، بيراميدز صاحب الترتيب الثاني ثاني ورابع وخامس الدوري، تلقوا ثلاث اهداف بشباك نظيفه من مارسيل كولر. تماما كان يعني فالراجل اصبح خارج الاختبار يجيد نشيد بيه. يخطئ ننتقده، لكن انا شايف ان فتره الاختبار والتقييم انتهت بالنسبه لمارسيل كولر. علشان برضو يا كريم الناس ما تقولش ان احنا طالعين بنعظم فيه قوي، ليه اخطاء طبيعي يعني اخطاء اللي يغلط ينتقده يعني عادي. اللي بيتاخد عليه شويه هو تأخير تغييراته شويه. يعني كنت مستغرب جدا تغيير رامي ربيعه اللي في مباراه الهلال السعودي، ان هو بينزل رامي ربيعه في اخر اربع دقائق عشان الكره تلعب في الهلال السعودي السوداني عشان الكره تلعب عليه عاليه في اخر اربع دقائق، هي بس دي مشكلته. ولكن في الاول وفي الاخر المكسب بيداري كل حاجه، وهو يستحق ان الناس تتكلم عنه كويس لان هو مدير فني اكتر من رائع للنادي الاهلي. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بتشرف ودايما بتطول، بستمتع جدا بتحليلك. انا بشكرك جيمي كالعاده مميز يعني، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على قلبي.